صباح الخير. كلمتين وبس. أخبار قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا فسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. زي ما عودناكم إن صباح الخير يا مصر ربما بيحتفل احتفال خاص على مرور عدد كبير من السنوات على ثورة ال30 من يونيو. موضوعنا النهارده اللي خصصناه في حلقتنا هو الدبلوماسية المصرية، هو علاقات مصر الخارجية اللي تطورت بشكل كبير جدا بعد ثورة ال30 من يونيو. علاقتنا تفاعلت بشكل واضح على المستوى الرئاسي في كل القضايا الإقليمية وفي كل القضايا الدولية. قدرت الدولة المصرية إنها تستعيد بجدارة مكانتها الدولية مرة تانية. قدرت مصر إنها تعزز ثقلها الإقليمي والدولي كدولة فاعلة ورئيسية. شفنا بشكل كبير التفاعلات المصرية، شفنا قوة الصوت المصري في الإقليم وفي تأثيره في جامعة الدول العربية، في الاتحاد الإفريقي، في قمة الكوميسا، وشفنا أيضا في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. الدولة المصرية التزمت بمبادئ ثابتة بتقوم على الاحترام المتبادل وتقوم على المصلحة المشتركة وتقوم أيضا على البناء والتنمية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. ربما ده كان الخط الثابت والرئيسي في السياسة الخارجية المصرية. بالظبط كده، السياسة الخارجية المصرية كانت نشيطة جدا في مرحلة ما بعد 30 يونيو في العديد من الدوائر. لو هنتكلم عن المنطقة العربية مثلا بكل تفاعلاتها هنشوف تسوية الأزمة الليبية، دعم الشرعية في اليمن، الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، تنمية العلاقات في العراق، وطبعا الدعم التاريخي والأبدي والمتواصل للقضية الفلسطينية. طبعا الدور المصري في القضية الفلسطينية ما حدش يقدر ينكره، وخصوصا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وفي التوسط من أجل عدد كبير من القضايا. مصر أيضا قدرت أن هي تستعيد التوازن في علاقتها مع القوى الكبرى. احنا شفنا استمرار العلاقة بشكل واضح وصريح مع الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا أيضا في الوقت ذاته فتح آفاق جديدة للتعاون مع قوى كبرى زي روسيا، زي الصين، زي الاتحاد الأوروبي. الكلام ده ما كانش موجود. يمكن علشان كده السياسة المتوازنة قدرت مصر بيها أن هي تحصل على مقعد غير دائم في مجلس الأمن. قدرت أيضا مصر أن هي تترأس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، وده كان تطور نوعي وغير مسبوق للسياسة الخارجية المصرية. مصر عامة عندها توازن في علاقاتها بسبب أن هي مرتبطة بشراكات عديدة وبعلاقات عديدة مع الدول، والحمد لله مصر من الدول اللي علاقاتها كويسة مع كل الدول. صحيح. عشان ما بتاخدش موقف من حد ضد حد في السياسات الخارجية، ففي توازن في الموقف الدبلوماسي المصري، ودي من أهم الحاجات فعلا يا مصطفى. وطبعا خلينا نتكلم عن يمكن الملف اللي كان الأبرز على طاولة الدبلوماسية المصرية وهو الملف الأفريقي. كان على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية. القاهرة كان ليها دور كبير ومهم جدا في دعم التعاون المشترك ما بين دول القارة السمراء على كافة الأصعدة السياسية، الاقتصادية، التجارية والاستثمارية. يمكن الجولة الأخيرة طبعا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الجنوب الأفريقي بتعكس أولوية أو الأولوية القصوى اللي أولتها القيادة السياسية لمصر للسياسة الخارجية المصرية تجاه القارة السمراء وأهمية البعد الأفريقي لمصر لاستعادة انتمائها الأصيل والاعتزاز بهويتها الأفريقية. الدولة المصرية في الحقيقة بتعمل دائما وابدا على تهدئه اي صراعات من الممكن حدوثها وايجاد الحلول البديله الدبلوماسيه ليها. ويمكن احنا بنشوف ده دايما في اولويات السياسه المصريه، وبنشوف ده دايما في حلول المشاكل التي ربما تواجه الدوله المصريه، العمل على الحمايه المصريه بالدبلوماسيه. احنا دايما بنحب نشوف كنا فين وبقينا فين بعد 30 يونيو، عشان كده النهارده احنا معانا فقره بنتكلم فيها عن الدبلوماسيه المصريه من بعد 30 يونيو. هنتكلم بالتفصيل عن الأحداث وماذا حدث في الدبلوماسية المصرية في صباح الخير يا مصر في الحلقة النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة ونصبح عليكم. صباح الفل عليكم. بنصبح عليكم وخلينا برضو نصبح على زميلتنا دينا شرف ونروح نتعرف منها لأي آخر أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا بسنت. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الفل عليكم. الجو حر. حر خلاص بقى، والرطوبه عاليه، فاحنا بنحس بدرجه الحراره بشكل كبير. بس في رياح بقى، اتربه، الحاجات دي ان شاء الله. لا النهارده ما فيش، خلصت الاتربه يعني ما حدش ضامن حاجه لسه، اكيد هنعرف تفاصيل اكتر. لكن خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. شارع رمسيس، وهنبدأ معاكم طبعا من محافظة القاهرة، وشارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية، ولو هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطة غير مؤثرة. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هنلاقي في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند الكوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. ظهرت كمان بعض الكثافات أعلى الكوبري حدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر على كوبري المطرية للقادم من الكابلات. نروح معاكم لشوارع الجيزة علشان نستعرض هناك الحالة المرورية. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، ده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لسه مكملين كمان في شارع الهرم الرئيسي، واللي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. وهنروح منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطربية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع ال20 والحد الطلبية، كثافات كمان للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع اللي بيصل بمنطقة الطوابق حتى ال20. بتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، في كثافات مرورية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. لكن اللي رايح المهندسين ومتجه لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة على المحور، وبتظهر كثافات بسيطة على محور 26 يوليو اللي جاي من أكتوبر وبتستمر لحد ميدان لبنان. نروح معاكم لمحافظة أسيوط وقدام مستشفى الجامعة، اللي بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، بتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري وكمان في المحافظة. أما الطرق بقى الخارجية زي طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، طريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. مكملين معاكم ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا من طريق مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان، اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة بسيطة جدا، هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. هنروح لطريق أحمد أبو زيد اللي هناك فيه كمان سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. ومن جولتنا المرورية هناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهارده الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس غائم جزئي على بعض الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهارده 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40، وأقل درجة حرارة في مطروح هتكون 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. اهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نبدا مع بعض باهم الاخبار اللي معانا، واللي ابرزها ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد الاكاديميه العسكريه، وتحدث سيادته خلال الزياره في عدد من الموضوعات والملفات المهمه، وقال ان الدوله بتعمل على تخفيف اثار الازمه الاقتصاديه المستمره منذ 3 سنوات. كمان امبارح ايضا تقدم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيعي جنازه والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة. ربنا يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلام. خلينا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية لحضراتكم. أخبار كتيرة تصدرت لاهتمامات امبارح، أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية، والتقى بطلابها وتناول معهم وجبة الإفطار، وقال سيادته لطلاب الأكاديمية العسكرية: أنا مطمن عليكم وبقول لكم مزيد من الجهد والعمل والتدريب، ده لمصلحة بلدنا، ومهم إني أطمنكم على الوضع، متابعين تداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم وهنا في مصر، وقلت لكم قبل كده بنحاول نخفف من آثار الأزمة الاقتصادية وهي داخلة في 3 سنين، بنتكلم في سنتين وباء كوفيد-19 وكان له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر، وصمدنا بفضل الله. امبارح تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيع جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، وقدم سيادته خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار اللي نفت هذه الشائعات، وأكدت أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، وأن المنشورات المتداولة مغلوطة ولا تمت للواقع بأي صلة. امبارح واصلت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، وتم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من بعثة القرعة لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. شفنا امبارح اهتمام وسائل الإعلام ربما بالطالبة منة الله عماد اللي طلعت الأولى على الإعدادية، وإزاي سلطت وسائل إعلامنا المصرية الضوء على قصة مكافحتها. قالت إن هي إزاي بتذاكر في أجواء ربما يعني لا تليق بواحدة ربما طلعت الأولى على الشهادة الإعدادية. النهارده الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة أعلنوا امبارح في بيان مشترك عن تبنيهم للطالبة المتفوقة منة الله عماد، واللي حصلت على المركز الأول في المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وده تنفيذا لتكليفات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة أعلنوا كمان أنهم هيقدموا كل أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة ولحد تخرجها إن شاء الله من الجامعة. يعني بالتأكيد كلنا بنشوف حجم المشروعات الكبيرة اللي بتتعمل في ملف النقل، من أول شبكة الطرق القومية اللي بتستهدف إنشاء يعني خلينا نقول حوالي 7000 كيلو طرق جديدة، بجانب تطوير وتحديث وتوسعة الطرق القديمة. طبعا ده غير البدء في تشييد أول شبكة للنقل السككي السريع في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وده ربما هيساعد أيضا بشكل كبير على تسهيل حركة الأفراد ونقل البضائع والمنتجات، لتتحول مصر بذلك إلى مركز عالمي للتجارة والتداول واللوجستيات. تعمل الدولة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين، وحيث ترى مصر ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل الاستفادة من موقعها الطبيعي الذي يتوسط قارات العالم الثلاث، كما تسعى الدولة إلى تعظيم الفوائد الناتجة من تواجد قناة السويس على أرضها، حيث تعتبر القناة الآن أهم ممر مائي في العالم. ولم تكن مصر حتى وقت قريب تستفيد من هذا الممر سوى برسوم عبور السفن، وبدون تحقيق أي قيم مضافة متعلقة بمرور تلك الحركة التجارية العالمية الكثيفة، وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وأكد التقرير أن الدولة المصرية سعت منذ عام 2014 إلى إحداث نقلة بملف النقل البري في عموم البلاد، لذلك أطلقت خطة شاملة لتطوير الشبكة القومية للطرق، حيث كان مستهدف إنشاء أو تطوير قرابة 75 طريق بأطوال 7000 كيلومتر من الإنشاءات الجديدة تماماً، علاوة على تطوير وازدواج 10000 كيلومتر طرق أخرى، وذلك حتى نهاية عام 2024. وتم بالفعل إنهاء أكثر من 50 مشروعاً، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من باقي المشروعات خلال الأشهر القريبة القادمة. وقامت جميع مشروعات الطرق تلك على فلسفة هادفة إلى تحقيق ربط كامل بين مختلف أقاليم البلاد، وهو ما يساهم بدوره في ربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي في الداخل المصري بالموانئ البحرية والجوية والبرية، ليساهم ذلك في تسهيل وانسياب حركة نقل البضائع والمنتجات، لتتحول مصر بذلك إلى مركز عالمي للتجارة والتداول واللوجستيات. أيضاً تساهم شبكة الطرق القومية المحدثة في تيسير تنقل الأفراد، وهو ما يساعد على إنجاح الجهود التنموية التي بذلت خلال ال9 سنوات الماضية بمختلف أنحاء المعمورة، وحيث سعت الدولة خلال تلك الفترة على تشييد قرابة 25 مجتمعاً عمرانياً جديداً، بالإضافة إلى إدخال تطويرات على المدن القائمة، سواء كانت قديمة في الوادي والدلتا أو جديدة على حواف الصحراء، وهو ما أدى إلى مضاعفة حجم العمران المصري بنسبة 100% تقريباً، ليصل إلى نسبة 14% من إجمالي مساحة مصر. وأكد التقرير حرص الدولة على وضع خطة لتشييد أكبر شبكة للسكك الحديدية السريعة في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي أطوالها عند الانتهاء من تشييدها 1825 كيلومتراً من السكك، وتستهدف خطة الدولة من تنفيذ هذا المشروع عدداً من الفوائد، منها خط ميناء السخنة العالمين الجديدة الذي سيمثل محور ربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما سيمثل أحد أهم الممرات اللوجستية القائمة، وسيعزز من فاعلية حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس. أيضاً سيساعد الخط الثاني من مشروع القطار السريع الذي سيمتد بين مدينة 6 أكتوبر شمالاً إلى أسوان جنوباً بطول 925 كيلومتراً في خلق محور نقل جديد غرب النيل مار بأغلب المدن الجديدة بصعيد مصر. الخط الثالث، وهو آخر مراحل شبكة القطارات السريعة حتى الآن، سيعمل على تسهيل التواصل بين منطقة غرب النيل عند الأقصر مروراً بمدينة قنا وصولاً إلى الغردقة عاصمة السياحة بالبحر الأحمر. في واحد من أهم الأحداث اللي هتسوق بشكل كبير جدا لمدينة العالمين الجديدة، هتسوق لأبراجها، هتسوق لعمقها ومساحتها الكبيرة، هتسوق لموقعها المميز، القوات الجوية أعلنت خلال مؤتمر صحفي عالمي عن تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء ايجيبت اير شو 2024 في نسخته الأولى، المقرر انطلاقها في شهر مايو من العام المقبل في مطار العالمين الدولي بمدينة العالمين الساحلية. المعرض ده هيكون تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع، التسليح، تكنولوجيا الفضاء، تكنولوجيا الطيران في العالم، وهتشارك فيه أكتر من 250 مؤسسة وشركة محلية وإقليمية ودولية. خلينا نشوف التقرير. في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على الأرض المصرية، أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي بدار القوات الجوية تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء ايجيبت اير شو 2024 في نسخته الأولى. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء ايجيبت اير شو 2024 من المقرر انطلاقه في مايو من العام المقبل بمطار العالمين الدولي بمدينة العالمين الساحلية. انطلاقا من المكانة التاريخية والحضارية للدولة المصرية وحرصها الدائم على توطيد العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة لإقامة الفعاليات الهامة من خلال موقعها الجغرافي المتميز كبوابة للقارة الأفريقية وتوسط موقعها بين قارات العالم. يسعدنا أن نعلن من خلال هذا المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الجوي تحت إشراف وزارة الدفاع وبالتعاون البناء والوثيق مع وزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وإدارة الإشارة، والذي يعكس الرؤية المستقبلية والدعم اللامحدود الذي يوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتطوير وتوطين صناعة الطيران والفضاء وأهمية تحقيق طفرة نوعية تتواكب مع تطور التكنولوجيا المتسارع في هذا المجال. ومن جانبه أكد وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي على أهمية مد جسور التعاون ومتابعة آخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات. معرض الطيران دولي هيكون معرض يختص به صناعة النقل الجوي والطيران العسكري والمدني والفضاء. طيب فيما يخص صناعة النقل الجوي، هي صناعة النقل الجوي مش الطيارة بس، لدى الطيارة والمكملات بتاعتها، الطيارة والمعدات اللي بتشتغل عليها، فيها معدات صيانة، فيها محركات، فيها افيونكس اللي هي القطعة او الافيونكس المعدات الالكترونية اللي جوه الطيارة، في حاجات بتكون مساعدة بتأمن سلامة الطيران، دي كلها من ضمن الحاجات اللي ان شاء الله هتكون معروضة في المعرض من الشركات المنتجة ليها. هيقولوا ايه التطورات اللي بتكون موجودة عندهم، بتكون ملتقى ان كل الناس تتعرف على كل ما هو جديد في عالم الطيران المدني والطيران العسكري. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show 2024 تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم بمشاركة أكثر من 250 مؤسسة وشركة محلية وإقليمية ودولية. إن الاستثمار في توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع في امتلاك نقاط مدارية جديدة يساهم في الحفاظ على دور مصر الريادي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للدولة المصرية 2030. لمعرض الطيران اللي هو هيعقد في شهر مايو 2024 ده فرصة إن مصر تبرز دورها الريادي في مجال تكنولوجيا الفضاء. النهاردة الدولة المصرية استثمرت استثمارات كبيرة جدا في توطين صناعة الفضاء وتكنولوجيا الفضاء في مصر، بدأت بتأسيس وكالة الفضاء المصرية سنة 2018 وتلا ذلك استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية اللي هي بتعتبر تخلي مصر هي البوابة لأفريقيا، إلى جانب تأسيس النهاردة بندشن أكبر مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط. المعرض هيكون مقسم لعدة فعاليات كتير جدا زي العرض الأرضي، هتبقى فيه طيارات موجودة حقيقية موجودة على الأرض، عندنا عروض جوية هتطلع تعمل استعراضات في الجو، عندنا المعرض نفسه كمعرض للمنتجات الجوية، لمنتجات الفضاء، للطيارات التجارية، لكل ما يخص صناعة الطيران وصناعة الفضاء. إضافة جديدة تعزز من مكانة مصر وتؤكد على حرصها أن تصبح مركزا متميزا في مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء. وكمان بنتكلم عن القطاع الطبي، فهو من القطاعات اللي حصل فيها تطوير كبير جدا بعد 30 يونيو، شفنا إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة واللي كان ليها في الحقيقة تأثير كبير جدا ومباشر في النهوض بالصحة العامة للمواطن. ولو هنتكلم عن يمكن من أهم وأكبر الإنجازات هو طبعا القضاء على فيروس سي، كان مشكلة كبيرة ومصر عملت فيها طفرة، ومنظمة الصحة العالمية قالت إن فعلا مصر عملت طفرة. من المشاريع المهمة جدا في القطاع الطبي أيضا منظومة التأمين الصحي الشامل، هذه المنظومة اللي بتتضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة وتتضمن أيضا تحقيق تغطية طبية شاملة لجميع المواطنين، واللي بدأت وشفنا بدأت في عدد من مدن القناة وهتستمر حتى تغطي كامل محافظات الوطن المصري. خلينا نشوف التقرير اللي بيتضمن كل عروض الجهود الطبية. ركزت الدولة على مجموعة من السياسات والإجراءات لتحسين منظومة الصحة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف النهوض بالصحة العامة للمواطن في إطار من العدالة والإنصاف وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أكد تقرير حرص الدولة في رؤيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 على ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، وأن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين. وبناء على ذلك تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل. وأشار التقرير لسعي الحكومة خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري بشأن زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة بنسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أصدرت وزارة المالية في يوم 26 من إبريل عام 2023 بياناً أشارت فيه إلى الوفاء بالاستحقاق الدستوري لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة من خلال زيادة مخصصاتها في العام المالي المقبل لتصل إلى 397 مليار جنيه، بزيادة قدرها 92.5 مليار جنيه بما يعادل 30.4%، إلى جانب زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات. وكذلك زيادة بند العلاج على نفقة الدولة، وأيضاً الدعم الموجه لبرنامج التأمين الصحي مع زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية وزيادة حافز الطوارئ. أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي البحيرة تم الإعلان عن الانتهاء من رصف 11 طريق بتكلفة بتصل ل 72 مليون جنيه، وفي البحر الأحمر تم تطبيق قرار حظر تداول الأكياس البلاستيكية. امبارح أيضا في محافظة الشرقية تم الإعلان عن زيادة نسب توريد القمح ل 520 ألف طن بالشون والصوامع. أما في محافظة مطروح فتم بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية، واللي هتستمر لمدة أسبوعين. محافظات مصر شهدت امبارح أحداث وأخبار كتيرة. في البحيرة تم الإعلان عن الانتهاء من أعمال رصف 11 طريق بتكلفة 72 مليون و244 ألف جنيه خلال شهر مايو اللي فات، ومن المقرر أن يتم افتتاح بعض الطرق في ذكرى الاحتفال ب 30 يونيو، وده ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة. في البحر الأحمر أعلن مجلس مدينة الغردقة عن تشكيل لجان للمرور على المحال التجارية والسوبر ماركت ومحال الأغذية بكافة أنحاء المدينة لتطبيق قرار منع تداول الأكياس البلاستيكية بمدن محافظة البحر الأحمر، وهيتم توقيع الغرامات والمحاضر اللازمة للمخالفين. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشؤون الصحية توقيع الكشف الطبي على 3293 مواطن في 8 قوافل طبية مجانية بقرى 4 مراكز بالمحافظة هي الخارجة، باريس، بلاط والدخلة، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مدار شهر مايو الماضي. في شمال سيناء تم إطلاق فعاليات دورة الإنقاذ البحري بمدينة العريش، والدورة دي بتشهد إقبال من أبناء محافظة شمال سيناء لأنها بتتيح فرص عمل للشباب، وبيحصل المتدرب على شهادة وكارنيه مزاولة مهنة منقذ فور الانتهاء من الاختبار النهائي. في بني سويف أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من تبطين 674 كيلومتر بتكلفة 1,681,000,000 جنيه بنسبة تنفيذ 76.3% من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها. في بورسعيد تستعد المحافظة وهيئة تنشيط السياحة لإطلاق أكبر ماراثون للسكيت في مصر في نسخته الثانية، وده هيكون يوم الجمعة 16 يونيو. وبيأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم صيف 2023 من خلال خطط ترويجية مستحدثة لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد. في الشرقية أعلنت المحافظة أنه ما تم توريده من إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة بلغ نسبته 520 ألف طن 696 كيلو قمح، وأكدت جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية. في مطروح أعلنت مديرية التربية والتعليم بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من النهاردة، وده هيكون بمقر دواوين الإدارات التعليمية ولمدة أسبوعين. نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، في كمان نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس غائم جزئي على بعض الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أخبار الجو إيه النهاردة، خصوصا كمان إن إحنا درجات الحرارة مرتفعة ونسبة الرطوبة كمان مرتفعة، ده بتدينا إحساس أكتر بحرارة الطقس. هو طبعا احنا بتاثر معظم الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فبتبقى فيها بعض كميات الرطوبه، لان تدريجيا نسب الرطوبه هنحس انها تبدا ترتفع مع اقتراب فصل الصيف. لكن في المجمل الاجواء مستقره في اغلب محافظات الجمهوريه، انخفضت درجات الحراره عن الايام الماضيه في معظم المحافظات. اليوم العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه فتره النهار، فبالتالي احساسنا بالطقس هو طقس حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد انخفضت عن الأيام الماضية، وبقت تسجل درجات حرارة ما بين 40 و 39 درجة مئوية. خلال فترات الليل طبعا مع غياب إشعة الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن الأجواء بتكون أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء. الأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية اليوم وغدا إن شاء الله. حتى كمان نشاط الرياح اللي موجود هو نشاط رياح محدود على بعض المناطق من جنوب سيناء، غير مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. صحيح، الناس عندها تخوف من نشاط الرياح مرة تانية والأتربة يعني، فحضرتك بتطمنيهم كده؟ هو طبعا احنا بنتكلم على 48 ساعه القادمه، يعني يوم وغدا، لكن احنا متوقع مع يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله نتاثر مره اخرى بمنخفض جوي خماسيني موجود في الصحراء الغربيه، هيكون معاه سرعات رياح عاليه، هيؤدي لاثاره الرمال والاتربه، هيكون كمان معانا فرص لسقوط الامطار على المناطق الساحليه، وممكن تمتد لبعض المناطق الداخليه من الجمهوريه. فمهم جدا ناخد بالنا خلال الايام القادمه، ما زلنا في فصل الربيع، فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه. صحيح. بس على الاقل 48 ساعه القادمة ناخد بالنا بقدر الامكان، بس نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره. لو انا موجود في الشارع يبقى معايا غطاء لرأسي، شمسيه او كاب، ونتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل. والمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه، لان كل اسبوع بيحصل حاله جويه مختلفه عن الثانيه، المحافظات بتختلف، شده الحاله الجويه بتختلف من محافظه للثانيه. طب اخبار الجو بالليل ايه؟ لان في وقت الساعه 10 11 بالليل الجو بيكون رطب وجميل، لكن بنيجي مع الساعات الاولى من الصباح والفجر بيكون حر أو بدأت نسبة الرطوبة ترتفع مرة تانية. هي طبعا العظمة الرطوبة بتبقى خلال فترات الليل، فأكيد احنا فترات الليل رغم ان درجات الحرارة بتنخفض فترة الليل وانخفضت كمان عن الأيام الماضية. احنا الأيام الماضية كنا بنسجل درجات حرارة 27 و 28 درجة مئوية بالفعل فترات الليل، لكن هي بدأت تنخفض وتكون ما بين 22 23 درجة مئوية، لكن وجود نسب رطوبة في الجو بالفعل فترات الليل أو حتى كمان فترات النهار هي اللي بتخلينا نحس ان درجات الحرارة أعلى من القيم اللي احنا دايما بنقولها. لكن هو احنا دايما بنسجل الصغرى فتره الليل، بتبقى في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، الاوقات دي بتبقى درجات الحراره فيها معتدله بالشكل ده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، على المتابعه اليوميه معانا لحاله الطقس. خلونا بقى نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره. العظمى 33، الصغرى 22، العاصمه الاداريه 33 23، الاسكندريه 28 20، العلمين الجديده 27 20، مطروح 26 19، دمياط 29 22، بورسعيد 28 22، الاسماعيليه 34 23، السويس 34 21، العريش 29 21، كاترين 28 17، طابة 32 27، حلايب 34 26، شلاتين 35 25، شرم الشيخ 36 27، الغردقة 36 26، الفيوم 35 24، بني سويف 35 24، الوادي الجديد 39 29، اسيوط 36 25، سوهاج 37 27، قنا 40 28، الاقصر 39 28، واخيرا اسوان 40 30. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، الطقس مستقر خلال اليومين الجايين، لكن من يوم الثلاث هنبدأ مرة تانية في بعض الرياح ال50، نخلي بالنا، لكن هناخد يومين كده راحة شوية من الأتربة والرمال، لكن في ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة. هرجع مرة تانية مصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك. دلوقتي يجي ميعادنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهارده، وأيضا النهارده في مباراة الأهلي مع فريق الوداد في لقاء الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا. بالنسبة للأحداث اللي هتحصل النهاردة، فجلسات الحوار الوطني هتعود للانعقاد بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وهيتم مناقشة موضوعات تعزيز العمل الأهلي وقانون حرية تداول المعلومات. النهاردة هتشارك دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة ال20 المنعقد بدولة الهند بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة ما بين 11 ل 13 يونيو الجاري. وبيهدف الاجتماع لتزويد الوفود والمشاركين بالمعلومات الخاصة بالتنظيمات الإدارية واللوجستية، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات الفترة الحالية عقد جلسة بعنوان الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وأخرى بعنوان التنمية الخضراء نهج حياة. النهارده العشاق الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار مباراة الإياب بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، واللي بتجمع بين الأهلي والوداد المغربي على مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب الساعة 10 بالليل بتوقيت القاهرة. احنا في الحقيقة مهتمين جدا جدا بالمصريين اللي مشرفين بلدهم في الخارج. خلينا نتكلم ان في نماذج كتير من ولادنا المصريين في الخارج مشرفين بلدهم وحاطينهم في اعلى مراتب ودرجات التفوق والنجاح، ومن النماذج دي خلينا نتكلم عن الدكتورة نشوى اسماعيل اللي تم اختيارها مؤخرا كمنسق رئيسي لمجموعة تكنولوجيا التعليم في منظمة بحوث التعليم البريطانية اللي هي British Education Research Association أو بيرا، واللي بتعتبر السلطة الرائدة في البحث التربوي في المملكة المتحدة. حاجة عظيمة جدا جدا يعني، وشرف لينا احنا كمصريين ان احنا يعني يبقى عندنا عنصر مصري بيشرف على تعليم البريطانيين. مع ثورة الذكاء الصناعي اللي شغالة في الوقت الحالي، الدكتورة نشوى شغالة على تنظيم فعالية بين مجموعة من الأكاديميين من دول مختلفة علشان تطور وترفع وعي المدرس الجامعي والطلبة أيضا بما يعرف بالذكاء الاصطناعي في التعليم وفي الاختبارات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الأمر، بتعمل إيه وإزاي يعني بتشرف من خلال تواجدها في هذا المكان على هذه الأبحاث. عبر تطبيق زوم بتنضم لنا الدكتورة نشوى اسماعيل أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة دورهام في إنجلترا. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. صباح النور أستاذ مصطفى، صباح النور أستاذة بسنت، وصباح الخير على مصر كلها. أهلا بيكي يا فندم. يعني منسق رئيسي لمجموعة تكنولوجيا التعليم في منظمة بحوث التعليم البريطانية اللي هي بيرا، يعني حاجة مهمة جدا، يا ريت تعرفينا أهمية هذا المنصب، وفي التعليم الإنجليزي كمان في بريطانيا أهميته إيه؟ تمام، زي ما حضرتك قلتي البيرا دي من أهم الأجهزة أو الهيئات اللي بتشرف على التعليم في بريطانيا، وهي مؤسسة أنشئت من السبعينات تقريبا. الحقيقة أي حد بينضم ليها أو بيكون ليه نصيب في الشغل معاها، سواء في بحث أو في إنه ينشر ورق بحث علمي أو إنه هو يشارك في مشروع، ده بيكون بيضيف للأكاديمي وبيضيف للهيئة أو للجهة اللي بيستخدموها. تحت التعليم عموما إحنا تخصصات كتير، في بعضنا بيشتغل في الإدارة التعليمية، في بعضنا بيشتغل في الاحتياجات الخاصة، بعضنا بيشتغل في اللغويات وتكنولوجيا التعليم اللي زي ما أستاذ مصطفى تفضل وقال إنه دلوقتي البوم أو الحاجة اللي هي واخده الاهتمام كله، ده تخصصي. والحقيقه من التخصصات القليله في التعليم اللي لازم او الشخص بيكون الافضل انه يكون عنده قدر من الخبره في المجال التكنولوجي وقدر كمان من الخبره في المجال الاكاديمي، وده الحمد لله يمكن ده اللي عندي، وده من الاسباب اللي خلاهم اختاروني، لان انا اصلا مدرب معتمد بمايكروسوفت في هندسه نظم الشبكات وقواعد البيانات، بالاضافه الى الماجستير والدكتوراه بتوعي في مساله التعليم والتعلم. فاحنا بنشتغل في الجزئيه بتاعه تكنولوجي التعليم، بننسق المشاريع البحثيه في هذا المجال تحت مظله البيرة، بننشر الابحاث العلميه في مجله علميه مهمه مع البيرة اسمها البيجات، كمان نشر الابحاث. المؤتمرات عندنا مؤتمر كبير جدا على مستوى انجلترا بننظم له، كمان بندي جوائز للابحاث العلميه المتميزه سواء للماجستير او الدكتوراه، فهي حاجات كتيره جدا كلها في جزئيه تكنولوجيا التعليم. تكنولوجيا التعليم حاجه والذكاء الاصطناعي حاجه ثانيه، والعالم كله النهارده بيتكلم على قصه الذكاء الاصطناعي. حضرتك بتعملي ايه فيما يتعلق برفع وعي البريطانيين فيما يتعلق بهذا المفهوم؟ وازاي يعني ايضا عندنا حتى قصه الاخلاقيات، يعني ظهر دلوقتي مفهوم جديد اسمه اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لان في تخوف من تغول هذا المفهوم على عدد كبير جدا من الامور الانسانيه. تمام، ودي نقطه مهمه جدا، لان زي ما يعني عارفين التكنولوجي مش هنقدر نوقفها، مش هنقدر عندنا زرار نقول يا جماعه خلاص بلاش تكنولوجي. فانا لست مع المنع، ولكن انا مع الوعي. أيوة. ورفع الوعي ده شيء مهم جدا. بالزبط. ومع التعليم احنا عندنا اولاد الطلبه، عندنا مدرسين، عندنا اولياء امور، عندنا صانعي قرار، ففي ناس كتير جدا منخرطين في المساله التعليميه، وفي على الاساس عندنا المدرس والطالب. والحقيقه مع تكنولوجي التعليم والتشات جي بي تي والذكاء الصناعي ده مهم قوي ان انا انشر الوعي لكليهما. يمكن قبل كده مع تكنولوجيا التعليم المدرس ما كانش كان اختياري ان انا اعمل له عمليه رفع الوعي باللي بيحصل، مجرد انه يعرف ازاي يشغل الجهاز. لكن انا مع الذكاء الصناعي في حاجات اخرى دخلت زي الاخلاقيات، زي الخصوصيه، زي الغش او الاكاديميك كوندكت، ازاي اكتب ورقه صح. ما فيهاش اي نوع من الاقتباس، ده بالنسبه على مستوى الطالب وعلى مستوى المدرس. فاحنا شغالين في القصه دي، ان انا دلوقتي دخلت المدرس بشكل رئيسي في برامج التدريب مساله الوعي باللي احنا بنشتغل عليه، ازاي ان هو نفسه ما بيجي يكتب حتى ورقه بحثيه، هو ازاي بيستخدمه بشكل زي ما حضرتك قلت اخلاقي. والطالب طبعا ده ليهم شغل كتير جدا، لان احنا المشكله دلوقتي في الذكاء الصناعي ان انا لسه ما طلعش عندي القوانين والخطوط الاساسيه اللي احنا نمشي عليها. انا ما عنديش حاجه تقول له اعمل ده وما تعملش ده في حدود الذكاء الصناعي، بالذات مع الحاجات زي تشات جي بي تي. فالحاجات دي لازم، لان الانسان اللي بيعملها لازم. طب دكتور احنا كنا في الجامعه عندنا كان في زي انا مش عارفه ازاي الدكاتره كانوا بيعرفوا، بس لما حد كان بيقتبس او بيعمل بلاجيريزم كانوا بيعرفوا. فالنهارده اكيد التكنولوجيا تطورت اكتر، فالنهارده انتوا كدكاتره بتقدروا تعرفوا لو الطالب ده او الباحث قدر ان هو جاب البحث بتاعه من ويب سايت معين او حد عمله له او تشات جي بي تي ساعده مثلا، صح ولا لا؟ تمام، طبعا التكنولوجي بتساعدنا ولكن ليها حدود. لا، مع التقدم السريع زي ما حضرتك قلتي في برامج معينه وممكن معروفه على مستوى الجامعات، لو طالب غش انا بيطلع لي نسبه مئويه نسبه الغش، وبيطلع لي كمان اللينكات اللي هو الطالب غش منها. لكن مع الثوره الصناعيه بقى في برامج بتقدر تعمل بتكسر القصه دي، وما بقتش تقول لي، وبالتالي انا عشان اجيب طالب احقق معاه اقول له انت غشيت، انا ما عنديش دليل، ما عنديش برنامج بيقدر يديهوني. واحنا الحقيقه بنشتغل بشكل معترف، يعني ما اقدرش انا اجيب حتى لو برنامج السوق بيستخدمه، انا ما اقدرش استخدمه الا تم اعتماده وتوثيقه والاعتراف بيه من الجامعه. ودي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، مش هنقدر دلوقتي مع الثوره الصناعيه العاليه ان انا يكون عندي اداه تكنولوجيه كما كنا بنستخدمها سابقا تقدر تديني دليل للغش. وهنا دي النقطه، ان انا مش هقدر على المنع، انا لازم اروح على منطقه الوعي، وان انا ابتدي اوعي. لان انت طالب لو انت غشيت في الاخر انت مش هيفيدك كتير، لان انت عايز تتعلم. ان انا اقتبس ده مش هيضيف اليك ومش هيخليك في الاخر تقدر شخص تدخل في مجال العمل. صحيح. دي الحاجه اللي يمكن بنشتغل عليها كتير جدا. صحيح دكتور، عرفنا ايضا ان حضرتك مشاركه في مشروع تبسيط تدريس العلوم. قد ايه الجمله دي جميله جدا، ازاي بنبسط العلوم وازاي بنسهل دراستها. تمام، ده مشروع حاجه كبير، يمكن كان ممول برقم كبير جدا من الولايات المتحده الامريكيه. كان مشروع تعاوني ما بين متحف العلوم في لندن ومتحف العلوم في لوس انجلوس، وكنا داخلين فيه 4 جامعات. القصة بتقول ببساطة إلى أن كل حد وهو بيتعلم العلوم ممكن يضيف إلى هذه المنظومة، بيضيف للعلم. فالطفل الصغير وهو ماشي شاف ورقة شجر، الورقة الشجر دي لو خد لها صورة وشاركها مع ناس عندهم قدر من العلم ممكن جدا هم كلهم بيستفيدوا من هذه المعلومة وبيوثروا بعض. فاحنا بنشتغل كنا على 2 بلاتفورم، منصات كلها علميه، وكان قاعد على المنصات دول في الباك اند الناس اللي بيشتغلوا في متاحف العلوم. فكان الطفل بيروح يصور، يروح في الجنينه في بارك جنب بيته، يصور جناح عصفوره، يصور جذع شجره، يصور ورده، وبعد كده بيطلعها يقول لهم يا جماعه انا شفت دي، طب انا رايي ان دي من الفصيله الفلانيه، وبيدخلها على مجموعه كبيره من الناس فورا موجودين طبعا كلها خاضعه للرقابه، وبيبتدوا يتبادلوا المعلومات لغايه في الاخر ما بيوصلوا يا ترى هي ايه. واحد تاني في امريكا يقول له اه ده انا عندي زيها بس مختلفه، واحد في افريقيا يقول له لا ده انا ما عنديش بس انا عندي حاجه تانيه بتقدر تاكل النبات ده، وهكذا. ده عملنا انترفيوهات مع اطفال كتير وجمعنا الداتا بتاعتهم، ولقينا فعلا الى ان انا ممكن ابسط العلوم، مش لازم من خلال الكتاب اللي موجود جوه الفصل. طيب من خلال البيئه نفسها اللي احنا بنخرج فيها. لو بنتكلم عن الاي اي او الذكاء الاصطناعي، ازاي تم توظيفه في التعليم في انجلترا؟ احنا دلوقتي بنوظفه في التدريس، دي نقطه من الحاجات اللي بنشتغل عليها. طب ما هو ما دام ان انا الاي اي او الذكاء الصناعي والشات جي بي تي بقوا حاجه بتضايقني، طب ما انا ممكن استخدمها في التعليم. بس هي النقطه بقى ان انا ببتدي من حيث انتهى الشات جي بي تي، بمعنى ان انا بجيب دلوقتي، الاول كنت بقول يا اولاد ما حدش يستخدم الشات جي بي تي، دلوقتي انا بجيب التاسك او الحاجه اللي المفروض يعملوها واقول لهم دخلوها على الشات جي بي تي وهاتوا النتيجه واحنا هنشتغل على النتائج. فدلوقتي احنا عاملين شويه برامج وبرامج تدريبيه للمدرسين ان احنا كيفيه استخدام الشات جي بي تي في طريقه اداء المدرس، وبيوظفوا ازاي انه يوصل المعلومه. مش بس كده، ان انا بقدر ارفع مستوى التفكير النقدي والاناليسز اللي هو القدره على التحليل من خلال مخرجات الشات جي بي تي. انا بشتغل على مشاكل الشات جي بي تي مش بشتغل على انه بيحل لي هو مشاكلي. ايوه هايل. على اي حال يا دكتوره، احنا يعني ننتظر برضو يعني من حضرتك تعاون ايضا في مع الاساتذه المصريين زي ما تتعاوني مع الاساتذه البريطانيين، نتمنى ان ده ينعكس ايضا على الداخل المصري. بنشكرك يا دكتوره نشوى، الدكتوره نشوى اسماعيل استاذ تكنولوجيا التعليم في جامعه دورهام في انجلترا، وايضا اللي تم اختيارها مؤخرا كمنسق رئيسي لمجموعه تكنولوجيا التعليم في منظمه بحوث التعليم البريطاني اللي بتشرف على التعليم البريطاني. بنشكرك وشرف لينا ان حضرتك تكوني معانا في صباح الخير يا مصر. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري. اهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على متابعة برامج التدريب والتأهيل المهاري والبدني المختلفة، كما تابع عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الأكاديمية. وفي كلمة له بالأكاديمية، أكد الرئيس السيسي سعي الدولة لتعزيز قدرات أبنائها بمختلف أجهزة الدولة، داعيا إلى المزيد من العمل والجهد. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية حاليا، لافتا إلى أن هذا الدور ليس مقتصرا فقط على طلبة الكليات العسكرية، وإنما في إعداد وتأهيل شرائح كثيرة تقوم بالعمل في الدولة. وأضاف الرئيس السيسي أن الهدف من ذلك هو تعزيز وتأكيد قدرة من يلتحق بأجهزة الدولة المختلفة، وإعطائه جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال فترة التحاقهم بالكلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وفي إطار مبادرة رئاسية لتبني المواهب، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيان مشترك عن تبنيهما للطالبة المتفوقة منة الله عماد، والتي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ. وتتكفل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في جميع مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة. يأتي ذلك بناء على تكليفات الرئيس السيسي بتبني الطالبة تعليميا، نظرا لظروفها الأسرية الصعبة ودعما لتفوقها العلمي. تنطلق اليوم ثالث جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تعقد جلسات تبحث موضوعات حرية تداول المعلومات والقضايا الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ. هذا وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية التي كانت مقررة اليوم لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها. وكانت الجلستان النقاشيتان الأوليان للجان المحور السياسي قد ناقشتا القضايا الخاصة بالمجالس المحلية والأحزاب السياسية والنظام الانتخابي وقضايا القضاء على كافة أشكال التمييز. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن عمليات الهجوم المضاد جارية في أوكرانيا، لكنه لم يفصح عن تفاصيل. وطلب زيلينسكي من الصحفيين نقل رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن القادة العسكريين في أوكرانيا في حالة معنوية مرتفعة. وامتنع الرئيس الأوكراني عن التعليق عندما طلب منه في مؤتمر صحفي في كييف أن يعقب على تصريح بوتين بأن قوات كييف بدأت هجومها المضاد لكنها لم تحرز تقدما. أكد نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشيا جيوانا أنه لا يوجد حاليا إجماع داخل الحلف على انضمام أوكرانيا إلى عضوية حلف شمال الأطلنطي. وشدد نائب الأمين العام على أن المناقشات داخل الحلف حول أوكرانيا مكثفة، لافتا إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيجلس إلى نفس الطاولة مع رؤساء الدول الأعضاء في الناتو. قال فياتشيسلاف جلادكوف الحاكم المحلي لمنطقة بلغراد بجنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا إن 15 عربة من قطار شحن فارغ خرجت عن مسارها في المنطقة. وأضاف جلادكوف أن الحادثة وقع بالقرب من محطة قطار في منطقة أليكسييفسكي، لافتا إلى أن القطار كان خاليا. أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية إلقاء القبض على 16 عسكريا للاشتباه في ضلوعهم في قتل 5 رجال، وذلك بعد التقاط مقاطع مصورة لهم وهم يضربون الرجال ال5 ثم يطلقون النار عليهم. وقالت الوزارة في بيان إن محكمة عسكرية أصدرت 16 مذكرة اعتقال يوم الخميس بحق الأفراد العسكريين الضالعين في جرائم تتعارض مع النظام العسكري. ويأتي القرار بعد أن نشرت وسائل الإعلام مقطعا مصورا يعود تاريخه إلى 18 من مايو من ولاية تاما وليباس شمال البلاد يظهر عملية القتل. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصب على عراقكم مرة تانية، واحنا دلوقتي كلنا عارفين في أيام امتحانات، الوقت ده تحديدا بيكون في حالة طوارئ في كل المنازل المصرية، الأسر بتحاول إن هي توفر الأجواء المناسبة لأبنائها علشان يذاكروا، بتحاول إن هي توفر كل العوامل اللي بتساعد على التركيز وعلى الهدوء، تحاول أيضا توفر كل ما يتعلق بالإجراءات المناسبة، الأكل المناسب، كل ما هو ليه علاقة بتحاول توفره لأولادها. بيبقى في كده عندنا زي عفريت اسمه الامتحانات، اسمه الثانويه العامه، كل الاباء والامهات والجدود والخالات والعمات خايفين على الطالب اللي داخل ثانويه عامه عشان هو طبعا بيحدد مستقبله من خلال الامتحانات دي. عشان كده في اباء وامهات كتيره قوي بيبقى عندهم وعي وعايزين يعرفوا ازاي يعني يأهلوا ولادهم نفسيا عشان يستقبلوا الامتحانات دي ويركزوا في المراجعه والتحصيل الدراسي، ما يكونش عندهم اي ضغط نفسي يأثر على تفكيرهم من خلال اداء الامتحانات. ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو دكتوره شيرين الدرديري الاستشاري النفسي. اهلا بيكي يا دكتور، منورانا دايما ودايما كده يعني بنبقى عايزين نعرف منك ازاي نهتم بولادنا وصحتهم النفسيه. اهلا بيكي مره ثانيه. اهلا بيكي، صباح الفل عليكم وعلى كل طلبه الثانويه العامه. وانا بحب دايما بصراحه ادي الارشادات للطالب وللاهل كمان، في التوقيت ده، لأن الأجواء النفسية بتفيد جدا في حالة الثبات الانفعالي اللي يخليه يقدر يفكر بتفكير لوجيك ويقدر يتخطى المرحلة دي، وهي مرحلة زي أي مرحلة من مراحل الحياة اللي بيتعرض ليها، دون ضغط ودون تأثير بشكل سلبي على أدائه في الامتحانات. مهم قوي الجو النفسي اللي موجود في المنزل، فياريت لو في بين الأب والأم أي مناقشات تخص المنزل أو تخص أي بنود من الحياة، ياريت ما يبقاش في التوقيت ده خالص، ولو هيحصل ما يبقاش قدام الطالب علشان ما يتشتتش. هو مش ناقص ستريس، ما يتشتتش ذهنه. اوريدي مرحله الثانويه العامه بتبقى مرحله ضاغطه، حتى معلومته عن كده بتبقى من الناس اللي بره، من احساسهم بالمرحله دي والضغط. يعني لو ما فيش ضغط جوه البيت هو حاسس بقلق من بره من اللي سمعه. والله يا دكتوره انا افتكر كويس، احنا مش عايزين ده. انا افتكر كويس ان كان معايا طلبه وقت الثانويه العامه كانوا بيروحوا التمارين وما بينقطعوش عنها. حلو قوي. وفي نفس الوقت لقيتهم جابوا اعلى الدرجات ودخلوا طب وهندسه، وانا احنا كنا بقى الجانب الاخر كنا بنذاكر كويس ومش عارف ايه وما بنعملش اي حاجه ثانيه وما بنكلمش حد في التليفون، وربما ده اللي جاب نتيجه سلبيه. تعليقك ايه؟ لا هو ينبغي الوسط في ده، يعني مش حد يبقى مروق باله خالص وسايب المراجعه اللي قبل الامتحان علشان كل الوقت يبقى في التمرين، لا. بس انا بقول ما فيهاش حاجه لو انا اليوم مثلا اللي راجع فيه من الامتحان اتمشيت شويه او خرجت مع اصحابي لمده مثلا ساعتين ولا حاجه، وبعدين ابدا يعني بس بريتشارج ماي سول في الوقت ده، صح، من الضغط بتاع الامتحان الصبح عشان ابدا للماده الثانيه. مهم جدا في اليوم اللي ارجع فيه من الامتحان ما تتكلمش اي حاجه تخص الماده اللي فاتت، توقف عن كلامك عن اللي رحرح. لا بس الامهات والاباء عايزين يعرفوا طب عملت ايه يا ابني، اتكلم عملت يعني ايه الحمد لله. ما هم بقى علشان كده دي كبسولات نصايح للاباء والامهات، خليه يركز في الماده اللي جايه. هو اللي حصل واللي اتعمل اتعمل، فبلاش تشتت ذهنه. افرض انه كان عمل وحش للماده الجايه ان هو عمل ايه. على فكره اعرف ناس كتير طلعوا بمواد وفي الفرصه دي في دور سبتمبر وتخطوا مرحله الثانويه العامه. يعني لو ما تقعدش تعطل الماده الجايه كمان باسئلتك، ليه انت عملت ايه؟ انا عملت ايه الحمد لله سؤال وخلاص، انما مفيش داعي للخوض في التفاصيل، لان الوقت ده من وقت الماده اللي هي اللي امتحانها جاي بالظبط. فخلينا التوقيت ده نخليه يتنفس الصعداء وينزل ساعتين ما فيهاش حاجه مع اصحابه او يرفه عن نفسه باي شيء، يفك شويه، مش لازم كل وقت. وانا بقى افضل في التوقيت ده ان احنا نركز على الاكلات المحسنات المزاجيه زي الايس كريم، الشوكليت، الكاجو، موزه في اليوم، مضادات اكتئاب، بترفع هرمون السيروتونين مضاد الاكتئاب للطالب، وده لاي حد يعني مش للطالب بس، بترفعه بشكل مؤقت بحيث ان هو موده يبقى حلو. تقسيمة الوقت مهمة جدا جدا، التركيز على ده بالنسبة للطالب بقى، التركيز على النقاط، يعني دايما هو بيراجع الحاجات اللي هو شايف ان هو مش حافظها قوي او مش فاهمها قوي، يعمل عليها هايلايت بالهايلايتر عشان هي دي اللي يسترس عليها في المراجعة. لو في فاصل بين الامتحان والتاني هي دي اللي يسترس عليها في المراجعة، الحاجات اللي عارفها وهيلاقي نفسه يعرف يكتب فيها يعديها، إنه هيعرف يكتب فيها كلمتين. وانت بتتكلمي عن قصه الاكل والشرب، دايما فتره الثانويه العامه بتبقى بيبدا فيها ادمان الطلاب للقهوه والنسكافيه والشاي، وربما قبل كده مبقاش مسموح لهم، الاهل بيسمحوا لهم ان هم يخشوا المرحله دي، ومن هنا بيبدا القصه دي. الكلام ده يعني حقيقي وكلنا مرينا بيه. كويس ان انت اثرت النقطه دي على فكره. وطبعا الحاجات دي بتعمل سرعه في ضربات القلب، خلي بالكم اللي مش متعود على النسكافيه عموما بيحصل له لو هو ابتدى يشربه بتعمل شويه سرعه في ضربات القلب، فممكن الطالب يتخض. ده غير ان هو اصلا ممكن من الامتحان يبقى هو حاسس ان هو او يجي له بانيك اتاك. بانيك اتاك عشان الناس تبقى فاهماها اللي هي تروما نفسيه، بيبقى عنده ضربات قلب تؤلف الصدر، ساعات مش عارف اتنفس، ساعات مش عارف ابلع ريقي. في الحاله دي، ودي ممكن تجي له قبل الامتحان على فكره او وقت الامتحان الصبح، ما تقلقش خالص. يعني خد نفس عميق، حاول تاخد حاجه مسكره او يعني لبانه علشان تمشي الدنيا وتسهل خروج ودخول النفس، وده شيء طبيعي. بعد 5 دقائق ان شاء الله هتهدى. دكتور في يعني اهالي نفسيه على فكره، في اهالي يقعدوا يضغطوا على اولادهم ركز، انت مش بتركز، انت كده مش ذكي، انت مش عارفه ايه. انت بتشوف حالات انتحار يا بسام. انا بس انا عايزه اقول حاجه. انا كنت بتكلم مع حد، فهي كانت بتقول لي انه ابنها مش بيركز ولعبي، بس هو الولد ذكي جدا. بقول لها طب هو انت مش لازم البلد كلها تبقى دكاتره ومهندسين، ممكن الولد يبقى رائد اعمال يطلع حاجه ناجحه جدا في شغلانته، يطلع مبدع كرييتيف في شركه ادفرتايزنج. في 100,000 شغلانه النهارده محتاجه الولد الذكي اللي عنده فرط حركه ده يقدر يطلع الانرجي بتاعته دي في حاجات ثانيه. خطوره كبت الاهالي لهذه الطاقه الحلوه اللي عند اولادهم بالكلام زي ايه، انت مش مركز، انت ما بتذاكرش، انت مش هتفلح. الكلام ده قد ايه خطر على نفسيه الطالب. خليني انوه للامهات، وانا طبعا موضوع الدكتوراه بتاعي ADHD وفرط الحركه والاتنشن ديس اوردر، فانا لمسه الموضوع ده، بيجي لي كيسز كتير كده، وناس كتير بتبقى مش عارفه ان اولادهم عندهم اضطراب نقص الانتباه او اضطراب فرط الحركه، فمش عارفين يستغلوه بشكل ايجابي مع الولد ازاي. ان الدنيا دي محتاجه تمارين اسمها ادراكي بصري، فلازم الام تبقى عندها درجه الوعي دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو ما ينفعش خالص قبل الامتحان اركز على عيوبه، هو مفيش وقت. احنا اي كلمه مني بتبقى يا اما هترفعه فوق يا اما هتجيبه ارض، فما ينفعش في التوقيت ده. احنا كان عندنا طول وقت السنه نعالج المشكلات زي المتخصصين اللي زينا اللي بيجيبوا لنا ولادهم عنده فرط حركه او عنده نقص في الانتباه. انا ببتدي بوجه الام وبوجه الطالب التصرفات تبقى ازاي بحيث ان هو يزيد نسبه التركيز بتاعته، او الطالب اللي عنده نسبه تشتت عاليه، ما هو ده بيبقى مصاحب لنقص الانتباه على فكره. فبيبقى في تعليمات لكده. لو حصل الام ما تمش لفت نظرها لده خلال السنه، خلاص هو ما فيش توقيت لاي كلمات محبطه في هذا الوقت خالص، لان الكلمه بقى اثرها رهيب في التوقيت ده. يعني رساله للاباء والامهات، بلاش خالص تفهموه ان احنا هتتغير علاقتنا بيك لو انت جبت مجموع قليل. الفكره دي بلاش خالص، او ان انا مش هتقبلك لو انت جبت مجموع قليل، وانا صرفت دم قلبي واديتك دروس وعملت لك واستلفت لك دخلت جمعيات، يعني يعني بلاش الكلمات دي في الوقت ده خالص. بالعكس، حبيبي اعمل اللي ربنا قدرك عليه، اوكي، واعمل اعمل اللي عليك، والنتيجه دي بتاعت ربنا. وده فعلا الحقيقه، يعني ربنا في الاذان لما بيقول لنا حي على الفلاح، على فكره الفلاح هو السعي وليس نتيجه السعي. نتيجه السعي دي بتاعت ربنا، انما حي على الفلاح يعني انت اسعى، يعني اعمل اللي عليك، ودي وظيفه البني ادم. دكتور، هل في طلاب بيبقى قصدهم يستهتروا، او قصدهم ان هم يضيعوا فلوس اهاليهم، او ما يذاكروش، او هل بيبقى في كده؟ بحييكي على السؤال، شكرا. عارفه بقى حضرتك ال 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 الضغط بتاع الاهالي بيخلي الطالب يعند، يوم يعند بقى، يعند مع نفسه، يعني يكره نفسه ويكره الاتموسفير اللي هم عايشينه فيه، فيقوم يعند ويقوم بقى خلاص بقى، ما انا كده كده هو انا مش هعجبهم، فانا خلاص بقى يعني يعني اكبر دماغي بقى، اريح دماغي من البريشر، يعني انا كده كده هبقى مش عاجبهم نتيجتي ومش هيتقبلوني، فانا اريح دماغي من الضغط. فنفسيا كثره الانتقاد تؤدي لهذه المرحله، ان هو يكبر دماغه. السلبيه المفرطه والانتقاد الدائم. بالعكس، انا التوقيت ده اقول له اعمل اللي عليك، يعني بس حاول ان انت تبقى بتعمل اللي عليك، حاول تركز، واحنا معاك في الحالتين. وعلى فكره ياما ناس، انا عايزه اقول معلومه بقى لكل الناس، يعني احنا في سوق العمل، وانا طبعا استاذ جامعي فعندي درايه برضو بالجامعات والدنيا ايه. على فكره سوق العمل الجاي مش هو بتاع الحاجات بتاعه المجاميع العاليه، صح، بتاع الطب وهندسه، سوق العمل الجاي اللي هو البيزنس، IT، البايو تكنولوجي، الكمبيوتر ساينس، كلها حاجات محتاجه مجاميع معقوله، مش سوق عمل طب وهندسه، مع احترامي الشديد لكليات القمه، بس هو العالم متجه الى نحو المعلوماتيه. من بدايه 2008 2005 ده اللي فعلا محتاجه سوق العمل، هو ده سوق العمل الجاي، وده اللي نجحوا فيه جدا، اللي ذاكروه او اللي عرفوا يبدعوا فيه، وبقوا بيتقاضوا مرتبات اضعاف الاطباء والمهندسين، اللي هي المهن اللي تطلبت مذاكره مع تحية، يعني طبعا تحياتي للاطباء والمهندسين، بس انا بقول واقع ان سوق العمل الجاي بيتطلب هذه المجالات وهذه الكليات اللي بتتطلب مجموع معقول، يعني فلا داعي لاي ضغوط خالص. المستقبل هيبقى كويس، والمستقبل على فكرة ما بيحددش، يعني ده بشكل نسبي بيحدد بالمجموع. وبعدين دلوقتي بقى عندنا شيفتنج للكارير كتير جدا. أيوة صحيح. يعني أنا بشوف كتير أطباء ومهندسين بيعملوا برضو شيفتنج للكارير بتاعهم في حاجات كتير. إحنا في مجال الإعلام كم في المية خارجين إعلام؟ بالظبط، ده حقيقي. فده لطيف، ويمكن دي الإيجابيات بتاعة الكورونا، إن خلت ناس كتير عندهم يعني خريجي كارير معين اخدوا دراسات في كارير تاني ونجحوا فيه جدا جدا جدا. لا، واللي قالته بس انت قصه فرط الحركه والديزاين والكرييشن الحاجات دي يا جماعه مش موجوده. لا ده موجوده والسوق محتاجها جدا. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني منظمه اليونسكو عامله منحه للناس اللي دارسين كارير معين وحبوا كارير تاني وابتدوا يعملوا دراسات عليا فيه. يعني شايف العالم بره بيفكر ازاي، فاحنا ما فيهاش حاجه. كل الكاريرز قدامنا على فكره، حتى لو مجموع قليل او حتى لو دخل كليه معينه، الجامعات الاونلاين والدراسات عن بعد بتتيح ان انت تدرس كارير اخر غير الكارير. بصي، مع كده برضو مهما قلنا في لسه بعض الاباء والامهات يقول لك لا انا عايز ابني يكون بيشتغل الشغلانات اللي احنا عارفينها. ما علينا، مش دي انا ضد الكلمه دي، كل وقت وليه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، لكن انا عايزه هنا بقى ارجع تاني للبيت بقى المصري اللي عنده ابن داخل امتحان في الفتره اللي جايه. ايه الحاجات اللي يجب توفرها في البيت عشان ابني يبقى انا عملت بقى اللي عليا؟ دروس وديتك في نتيجته بقى اقول له الكلام ده، في دروس وديتك بالظبط بعد نتيجته يتقال له كده، لكن مش قبل الامتحان خالص. يعني كلام، ظروف تقدر تناسبك في عشان تبقى نفسيتك هاديه ووفرتها لك. ايه الحاجات اللي انا لازم اعملها في البيت عشان الطالب ده يبقى مرتاح نفسيا ورايح مش شغله حاجه غير الامتحان؟ اولا جو هدوء خالص في البيت، يعني مفيش داعي لاي مشاحنات او مناقشات بين افراد الاسره في اي حاجه خالص في التوقيت ده. دعم نفسي. الام لازم يعني تحضر ابنها او بنتها من وقت للتاني، عشان اصلا علميا حضن الام بيقلل التوتر في الجسم. يواظبوا على الاكلات اللي انا قلت عليها لانها بترفع السيروتونين مضاد للاكتئاب في الجسم. الدعم بالكلمات مهم جدا. التأكيد ان انا بدعي لك، الكلام ده بيريح قوي على فكرة، يعني بجد بيريح قوي. الام لازم تكون موجودة في البيت مع ابنها في التوقيت ده، او الام والاب يفضل على فكرة، والام بالذات لازم من وقت للتاني تدخل تطل عليه اخبارك ايه، طب اعمل لك كذا. الام اكتر واحدة قريبة طبعا من ابنها، عارفة ايه الحاجات اللي بيحبها، تبتدي حتى الاكلات تعمل الاكلات اللي بيحبها في التوقيت ده على قد ما تقدر، تدعمه وتدخل عليه من وقت للتاني تطمن، تحاول لو تساعده وتسمع له مثلا لو هو مضغوط، تفصل لو لاقياه مضغوط قوي ما بيطلعش يتكلم خالص، تفصل ب5 دقايق ان هي تتكلم معاه، تعمل له اشغال ذهني عشان تطمن، عشان ما نتفاجئش زي ما انت قلت بحالات انتشار انتحار. صحيح. على فكره كتر الضغط طبعا ممكن تلاقي يعني حد قاعد في اوضه مغلقه جات له مجموعه من المخاوف والانكزايتي او بانيك اتاك، وصلته لدرجه ان انا مش عايزه اروح ادخل الامتحان. بالظبط. فالسكه ان انا اهرب، اللي قلناه طبعا في اول حلقه، فانا مش عايزه نوصل لده خالص. لازم تبقى بسنس. بنحاول برضه ناكد ان دي حاجات فرديه وحاجات مش بالزبط. كتير، ولكن في النهايه هي حاجات بتحصل وقت كل امتحانات وبنشوف تاثيرها، وللاسف احنا هنتقبلك في الحالتين. طب. يعني في الحالتين احنا متقبلينك وهنساعدك وما تقلقش، وحتى لو احنا عايزين ندخل كليه معينه، ممكن في الكليات اللي هي يعني في طبعا المجاني لو انت مجموعك كويس، وفي الكليات هنحاول نساعدك، تطمنه في الحته دي خالص ان هو مش هيضيع مستقبله يعني. أيوة. بس يعني ده بكل بساطه. وأيا كانت النتيجة احنا متقبلينك يعني ومتقبلينك، ودي مش نهاية العالم، دي بداية حياتك كلها. ايا كانت ايه، احنا بنعرف من المجموع بتاعك انت كويس في ايه، شاطر في ايه، عندك يمكن فرص تتعلم في حاجات تانية في ايه، فيمكن دي الحاجات او كاريزمتك في ايه بالظبط. دكتورة شيرين درديري الاستشاري النفسي، يعني شكرا ليكي على وجودك معانا، ودايما كده بتفيدينا بنصايح هامه، ويمكن ادينا كده كبسوله نصايح لاهالي طلاب ثانويه عامه. يا رب ان شاء الله كل الطلاب ينجحوا يجيبوا اعلى الدرجات اللي تريحهم نفسيا بقيه حياتهم ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتوره، وخلينا مشاهدينا الكرام نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا معاكم في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومحمد غرابة مدير المنتخب استقبلوا اللاعبين الجدد امبارح في المعسكر المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لمباراة غينيا اللي هتتلعب يوم 14 يونيو الجاري بمراكش بالمغرب، وفي الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا بكوت ديفوار. انضم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ومعه محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي لمعسكر منتخب مصر اللي انطلق امبارح استعدادا لمواجهه غينيا في تصفيات افريقيا وجنوب السودان وديا. ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهينطلق معسكر المنتخب الأولمبي يوم الاثنين الجاي بالإسكندرية، وهيخوض المنتخب مباراة ودية يوم 15 يونيو الجاري أمام غانا باستاد الإسكندرية. مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر عن سعادته بالمشاركة في نهائي بطولة إفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة وتكون ممتعة لجماهير كرة القدم. وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي امبارح بالمغرب أن اللاعبين تم تجهيزهم وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، والجميع لديه روح معنوية عالية. محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن الأهلي جاهز لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وأضاف الشناوي في المؤتمر الصحفي امبارح للحديث عن المباراة إن الأهلي أغلق صفحة مباراة الذهاب للتركيز على لقاء العودة الصعب، وإن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة للتتويج بكأس البطولة والعودة بها إلى القاهرة. يحيى جبران قائد فريق الوداد المغربي أكد أن مباراة الإياب أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا هتكون قوية في ظل رغبة الفريقين في التتويج باللقب. وقال جبران في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي أن كل لاعبي الفريق يركزون على مواجهة الإياب لتحقيق الفوز وإهداء اللقب للجماهير. نادي ريال مدريد الإسباني أعلن بشكل رسمي امبارح تعاقده مع إبراهيم دياز قادما من نادي ميلان الإيطالي، وبعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027. الجمعية العمومية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم انتخبت امبارح فيليب ديالو رئيسا مؤقتا للاتحاد حتى أواخر عام 2024، وحصل ديالو على استفتاء من الجمعية العامة بنسبة عالية جدا بلغت 91.26%، ده بعد ترشيحه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد كمرشح. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. بنكمل كلام عن دوري ابطال اوروبا. امبارح يمكن شفنا احتفالية الشامبيونز ليج اللي كانت حلوة قوي، كلنا كنا متابعينها، واخيرا باب جوارديولا نجح في الحصول على دوري ابطال اوروبا مع مانشستر سيتي لأول مرة بعد الفوز 1-0 على انتر ميلان في النهائي في اسطنبول. عشان كده يكون حقق الثلاثيه السنه دي بعد ما توج بالدوري الانجليزي الممتاز وكاس الاتحاد الانجليزي ودوري الابطال. صحيح، يعني خلينا نتكلم برضو النهارده عندنا موعد مهم جدا في نهائي اخر بيهمنا كمصريين. النهارده عندنا لقاء الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا. هنتكلم عن الشقين، الشق الأوروبي والشق الأفريقي، تفاصيل هنتكلم فيها مع الأستاذ صبري سراج الناقد الرياضي اللي منور النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا أستاذ. أهلا بيك يا فندم. يعني الناس كلها كانت يمكن بتتكلم عن يعني السيتي في البطولة دي وهالاند وكل تقريبا يعني اللعيبة اللي بيلعبوا، لكن أنت شفت الفوز إزاي؟ امبارح المباراة كانت خطيره يعني، وناس كتيره كانت مستنياها، فشفت المباراه عامله ازاي؟ يعني الناس كانت سنة السكاكين لجوارديولا جدا، فيعني هو امبارح اثبت ان المقوله اللي بتقول حتميه السعي، يعني قدر ان هو يحقق البطوله اخيرا، يعني بعد سنين طويله بيحاول سنه بعد سنه سواء مع مانشستر سيتي او قبلها مع بايرن ميونخ ان هو يحقق البطوله، وكانت عصيه عليه الحقيقه. والكلام اللي كان بيتقال كتير عن انه يقدر، ان هو بيجيب لعيبه كتير بمبالغ كتير جدا وبيصرف كتير جدا وفي الاخر بيفشل ان هو يحقق البطوله، رغم ان هو من الناس اللي جددت في كره القدم. يعني لو نقدر نقول ان هو واحد من اهم 3 أو 4 مدربين في تاريخ الكوره اصلا. ما كانش محتاج الحقيقه ان هو امبارح يفوز على الاقل بالنسبه لي عشان يثبت ان هو مدرب عظيم، لكن الفوز بتاع امبارح وتحقيقه البطوله ده كان منظر مبهج جدا للناس اللي بتحب جوارديولا وبتحب الكوره عموما. الماتش يمكن ما كانش بالشكل اللي الواحد كان مستنيه، السيتي ما لعبش احسن كوره لعبها السنه دي، قدم مستويات طول الموسم اعلى من كده بكتير، في حين ان الانتر اللي هو كان داخل بدون ضغوط تماما، لان الضغوط كلها كانت واقعه على الناحيه الثانيه على جوارديولا وعلى السيتي بالصرف الكتير اللي بيصرفوه باسم جوارديولا الكبير، ان هم اللي لازم يحققوا البطوله، في حين ان الانتر اللي جاي من بعيد غير متوج بلقب الدوري الايطالي، الموسم بتاعه كان عادي في ايطاليا. ايطاليا اصلا بعيده عن منصات التتويج الاوروبيه بقى لها في الشامبيونز، يعني بقى لها كتير، فهم داخلين بلا ضغوط، فكان الضغط كله على السيتي، وده كان واضح من اول دقيقه في الماتش من تعامل اللعيبه في الملعب والجهاز الفني على المقاعد البدلاء، كان في حاله صحيح توتر كبيره واضحه طول المباراه، لكن قدروا يحققوا الفوز. يعني نقدر نقول الفوز بتاع امبارح ده كان عن مجمل الاعمال، هم عملوا سيزون مميز جدا جدا، امبارح ما كانوش احسن حاجه، انما اجمالا هم كانوا يستحقوا الفوز. يعني رغم الفوز اوقات كتير جدا في المباراه كان بيبان على جوارديولا حاله من التوتر، تقدر ازاي توصفها؟ تقدر تقول ازاي هل دي اثرت بالايجاب ولا بالسلب على لاعيبته؟ ازاي تقيمها يعني؟ هو زي ما قلت لحضرتك الموضوع كله كان ان جوارديولا بقاله سنين بيهاجم انه بيصرف كتير جدا وانه اكتر فريق بيصرف في العالم، ورغم ان ده مش حقيقي، السيتي مش اكتر فريق بيصرف في العالم، وحتى هي ما هياش سبه يعني او هي تهمه ان هو بيصرف كتير، لان في انديه كتير صرفت اكتر، باريس سان جيرمان بقاله بيصرف اكتر من كده كتير في السنين اللي فاتت وفي الاخر ما قدرش يحقق الشامبيونز. جوارديولا كان عليه ضغوط كتير جماهيريه، ما اعتقدش ان هي من الاداره ابدا، بالعكس الاداره كانت مسانده ليه تماما، والمشروع ومشروع الرأي العام مشروع كبير جدا من الصحف عموما، حتى مش الانجليزيه، الراي العام عموما كان متحفز ضد جوارديولا جدا في السنين اللي فاتت، قياسا بانه السمعه الكبيره اللي هو حققها مع برشلونه، اللي هو في 2009 كان بيقدم افضل كوره في العالم، كله بيحاسبوا على المنطقه دي. وبعدين بدات ناس تقول ان اللعيبه هي اللي صنعته، ميسي هو اللي صنعه، تشافي هو اللي صنعه، انيستا هو اللي صنعه، يروح بعد كده بايرن ميونخ فيتقال ان لعيبه بايرن ميونخ هم اللي صنعوا، في حين ان هو مثلا في تجربه السيتي وقبلها حتى في تجربه برشلونه هو رايح على نادي ما كانش فيه، يعني تحديدا في السيتي ما كانش فيه اسامي كبيره، يعني حتى لو نبص على الفرقه هو الناجحين دايما كده، يعني يقول الشجر المثمر دايما هو اللي بيقذف، يعني دايما هو السؤال لا هي الصحف البريطانيه يعني يعني لا هي كمان صعبه قوي، وهم الانجليز كمان عندهم كل فتره كده فريق معين هو ده، يعني فاكره مثلا زمان شويه كان مانشستر يونايتد، بعد كده شفنا الفتره اللي فاتت كان ليفربول، بعدين دلوقتي المان سيتي وانتر ميلان. شفت ازاي التغيرات اللي بتحصل دي في النوادي الانجليزيه، ان كل شويه في نادي كده هو اللي بيطفو على السطح زي ما بيقولوا. هو طبعا السنين اللي فاتت هو مانشستر سيتي، يعني حتى هو بعد تجربه برشلونه لما مشي من برشلونه الناس قعدت تقول خلاص مش هتلاقي نادي، لو اول كمان ما راح الدوري الانجليزي تحديدا اتقال له مش هتلاقي الدوري اللي فيه غرناطه وفيه اسبانيول وفيه الانديه الصغيره. الدوري الانجليزي موضوع تاني، هو راح الدوري الانجليزي قلبه دوري اسباني، يعني اخر 10 سنين هو واخد 8 دوري 7 منهم هو جوارديولا في اخر 8 سنين، اللي هو 8 سنين الفرقه. خسر مره مع تشيلسي، قدام تشيلسي، ومره قدام ليفربول، وسبع مواسم او 6 مواسم ثانيه هو اللي حققها. فهو قلبه فعلا دوري اسباني زي ما كان، او زي ما كانوا بيقولوا له انت الدوري الاسباني سهل، فهو قلب الدوري الانجليزي سهل. انما اللي بقيت عصيه عليه هي الشامبيونز ليج، وفي الاخر قدر ان هو يحققها. اللي كان بيستفزني جدا الكلام عن جوارديولا بانه اللعيبه هي اللي صنعته. طب تجربه مانشستر سيتي تجربه واضحه جدا، هو مين في فريق مانشستر سيتي اللي لعب امبارح كان نجم قبل ما يروح مانشستر سيتي باستثناء هالاند، صح، وباستثناء رياض محرز اللي هو ما شاركش امبارح. باقي اللعيبه هي من صنع جوارديولا، اللعيبه ما كانتش اسامي معروفه، كلها جايه من دوريات ادنى شويه او فرق اقل شويه، وهو اللي صنع نجوميتهم، بما فيهم كيفن دي بروين اللي هو كان مشي من تشيلسي مع محمد صلاح لو تفتكري، عشان ما كانوش على النسق بتاع تشيلسي وما كانوش على القدره ان هم يقدروا يلعبوا في تشيلسي بقوته في الوقت ده، وراحوا خاضوا تجارب في انديه اقل، صحيح، سواء في الدوري الايطالي او في الدوري الالماني بالنسبه لدي بروين. بعد كده لما بدا جوارديولا ينقي اللعيبه اللي هو عايزها، قدر يصنع تيم بقى كله نجوم، بقت اهم لعيبه في العالم. احنا السنه دي هنشوف منافسه في احسن لاعب في العالم ما بين 2 من لعيبه مانشستر سيتي، يعني هم ابرز 2 دلوقتي الناس كلها بتتكلم، هيبقى هالاند ولا هيبقى دي بروين، مين اللي هيفوز بالبست او البالون دور؟ ايوه. طب خلينا برضو ما نتكلمش بس على المان سيتي، الانتر ميلان يعني امبارح قدم مباراه كبيره حقيقي ما نقدرش ننكرها، وكان قريب جدا من التعادل مع السيتي. صحيح. قريت ازاي خطط انتر ميلان؟ هل هو فعلا كان قريب من الفوز ولكن لم يوفق في هذا الامر؟ بشكل عام تقييمك للمباراه ما بين الجانبين؟ يعني كان قريب جدا واضاع. يعني انا بشوف ان نجم الماتش امبارح كان ادرسون حارس مانشستر سيتي، اتصدى ل5 كرات منهم والنتيجه 0-0، واخر 10 دقائق اتصدى لاكثر من كوره، وكان السيتي متقدم بهدف. كان المباراه ممكن تخلص بنتيجه مختلفه. الحقيقه الانتر امبارح قدم مباراه عظيمه، قياسا كمان بانه ما كانش مرشح، هو الاندر دوج، هو الناس ما كانتش اصلا مستنيه منه ان هو يفوز بالبطوله. الناس يعني داخله المباراه و90% خلاص مانشستر سيتي اللي هيكسب و10% الانتر. الانتر عمل مباراه كبيره جدا الحقيقه. سيميوني مدرب كبير، هو مرشح دلوقتي طبعا ان هو يمسك منتخب ايطاليا، عامل فرقه كويسه، الاداء الدفاعي المعتاد الايطالي اللي احنا متعودين عليه. مفيش السيتي بكل الهيلمان بتاعه ما قدرش يصنع فرص كبيره، خصوصا مع اصابه دي بروين الفرص كانت قليله جدا. حتى الهدف اللي سجل هي الكره الوحيده اللي كانت يمكن شكلت خطوره كبيره على المرمى، فيما عدا كره هالاند. يعني هالاند كان ليه انفراد وضيعه، والكره دي اللي هي اخترقوا بيها منطقه الجزاء اللي هي بالشكل التقليدي جدا بتاع السيتي، كره في الهاف سبيسز ما بين المساحات بتاعه اللي بين الفول باك وبين السنتر باك، واتحطت بالعرض، رجعت لورا، حد دخل شاط، كان فيها شويه دربكه، حد دخل شاط، رودري طبعا دخل شاط وجابها جول. ورودري من اللعيبه اللي كانت مستبعده في الفاينل اللي وصلوا قبل كده قدام مانشستر سيتي قدام تشيلسي، و انتقد جدا جوارديولا ساعتها ان هو استبعده وقال في اوفر كوتشنج وبتاع، وعشان يعمل فكره جديده فاستبعد لاعب مهم. فالحقيقه هو لما لعبه المره دي هو اللي كسبه المباراه. انتر عمل مباراه عظيمه، يمكن كان افضل في الملعب من مانشستر سيتي، لكن زي ما قلت في الاول كده السيتي كان يعني فاز امبارح لانه الحقيقه قدم موسم عظيم، ومشواره كمان في البطوله كان اصعب بكتير. طب خلينا نتكلم على المباراه بقى نفسها. هل انتر ميلان خسر عشان خاطر التكتيك يمكن من المدرب كان غلط؟ لا مش غلط، بس هو في فرق كواليتي الحقيقه ما بين الفرقتين كبير وضخم جدا، يعني كان واضح. ولذلك الاداء اللي قدمه امبارح انتر كان مفاجاه كبيره. يعني جزء من تقييمنا ان هم قدموا مباراه كبيره قوي، ان هم الطرف الاضعف في المباراه، واحنا دايما بنتعاطف مع الطرف الاضعف. لكن يعني السيتي قدم مباراه يستاهل عليها برضو ان هو يفوز، كان مستحوذ اغلب الوقت وقدر ان هو يمشي المباراه في السكه اللي هو عايزها. الفرقه الثانيه او الانتر كان بيلعب على التحولات، فرصه الحقيقه كانت خطيره، لكن ما احسنوش استغلالها. يعني المهاجمين سواء لوكاكو او مارتينيز تفننوا في ان هم يهدروا فرص، ودي ما حدش يقدر يلوم عليها جوارديولا، اللي يلام عليها لاعيبه الانتر اللي اتعاملوا برعونه كبيره قدام المرمى. ففي الاخر اللي فاز انا بشوف ان هو اللي يستحق. يعني طيب خلينا بقى يعني ايه، بعد ما خلصنا الكره الاوروبيه نروح للكره الافريقيه الاهم بقى. الاهلي هل هو قادر بالفعل في اياب دوري ابطال افريقيا ان هو يعني يعود ويفوز بهذه المباراة في المغرب؟ بشوف انه يقدر جدا. الاهلي خارج من هنا فايز في المباراة، حتى لو كان تلقى هدف في نهاية المباراة صعب المأمورية شوية، انما الاهلي قدم مباراة كبيرة هنا في القاهرة، كان مستحوذ نسبة استحواذ تقريبا ما بتحصلش في هذا المستوى من المنافسه. يعني لما بنتكلم فاينل تشامبيونز ليج وتبقى نسبه الاستحواذ 80 او 81% لفريق على حساب الثاني، فهي نسبه مرعبه جدا توريك قد ايه فرق الكواليتي وفرق ما بين الاهلي وما بين الوداد. الوداد فرقه كبيره ومحترمه وفازت بالبطوله 3 مرات، منهم مرتين على حساب الاهلي، لكن الوضع الحالي بيقول ان الاهلي اقوى بكتير، وحتى الخطا واقرب الى الفوز، والهدف اللي استقبله الاهلي كان خطا فردي. المباراة النهارده هتكون اكيد صعبة، لكن لعيبة الاهلي محملة بخبرات كبيرة. ده الاهلي كل سنة تقريبا فيما عدا سنة واحدة من ال7 سنين اللي فاتوا بيلعب في النهائي بتاع الشامبيونز ليج، نفس الفرقة غالبا، في عناصر كتير جدا شاركت في ال3 4 5 نهائيات اللي فاتت في دوري الابطال، فعندهم خبرات كبيره، لعبوا قدام جماهير بره وحققوا الفوز على الوداد في الوداد قبل كده هناك. بس عارف ان المرة دي الفكرة في ايه؟ انه بس احنا خايفين انه عارف الوداد على ارضه ممكن يحس انه انا ممكن اعوض الخساره دي، الموضوع مش بعيد قوي، فده اللي مقلقنا شويه. هو صحيح الموضوع مش بعيد، احنا هم لو يعني لا قدر الله لو سجلوا هدف واحنا ما قدرناش نسجل او الاهلي ما قدرش يسجل، هم كسبوا المباراه، لكن احنا بنراهن على شخصيه الاهلي وعلى الكواليتي وعلى الحاله الفنيه اللي فيها اللعيبه دلوقتي ان هي تقدر تسجل هناك. الاهلي كان بقايمه اقل من القايمه اللي موجوده دلوقتي، وقدر ان هو يفوز على الوداد هناك مع موسيماني 2-0، فاحنا مش بنتكلم عن حاجه. حاسس ان اللعيبه كمان عندهم حاله نفسيه كده كويسه الفتره دي الحمد لله. الحقيقه باين جدا في المؤتمر الصحفي امبارح ان الحاله المعنويه غير السنه اللي فاتت خالص. السنه اللي فاتت الناس كلها انشغلت في النادي حتى بموضوع التحكيم، وان المباراه هتتلعب هناك في الوداد. طبعا هي كانت مأساة، يعني النهائي من مباراه واحده ويلعب في ارض فرقه من الفرقتين، دي كانت حاجه يعني غريبة الشكل الحقيقة. الأهلي انشغل بالنقطة دي السنة اللي فاتت جدا، وانشغل بملف التحكيم وتأثير الوداد على التحكيم في أرضه ومش عارف إيه، فروح النادي الأهلي راح وهو مهزوم نفسيا السنة اللي فاتت، وبالتالي خسر المباراة. السنة دي التعامل مختلف جدا، وباين في المؤتمر الصحفي محمد الشناوي امبارح لما اتسأل من أحد الصحفيين وبيكلموا عن مباراة السنة اللي فاتت، قال له أنت بتكلمني عن مباراة السنة اللي فاتت وإحنا أصلا نسينا ماتش الأسبوع اللي فات. فيعني بيقول له احنا مش فاكرين بتاعت السنه اللي فاتت ولا فاكرين حتى ماتش الذهاب، احنا مركزين جدا في مباراه بكره. حتى كولر تعامله مع الملف التحكيم تحديدا، وان هو قال ان هو بيتمنى يضمن عداله تحكيميه. طبعا كان في كلام كتير على حكم المباراه والتعيينات سواء في مباراه الذهاب او مباراه العوده، لكن واضح ان في تركيز شديد جدا السنه دي وفي تفاؤل كبير. كمان الاهلي داخل المباراه وهو في حاله فنيه ممتازه الحقيقه، الاهلي بيقدم عروض كويسه جدا الفتره اللي فاتت، فان شاء الله تبقى. طب انت لو مكان كولر، ايه هي نقاط الضعف اللي ممكن تستغلها وانت بتلعب مع الوداد، وخصوصا انك بتلعب على ارض وسط جمهور؟ الضربات الثابته. هم عندهم مشكله في التعامل مع الضربات الثابته. طبعا شمال افريقيا كلها كويسه جدا والكوره معاها، لما تبقى عندك ضربه ثابته بتاعتك انت اللي بتنفذها فهم مميزين جدا فيها، لكن على الناحيه الثانيه هم عندهم مشاكل جدا في استقبال الكرات الثابته، ما بيتوزعوش كويس، والاهلي بيقدر يسجل منها والانديه كتير بتقدر تسجل منها. عندهم مشكله تنفذ وتخش وتجيب جول في الفاولات اللي حوالين منطقه الجزاء او الكورنر او كده، هم ما بيتعاملوش معاها بالشكل الامثل. كمان هم عندهم قلبين الدفاع بيسرحوا كتير وما بيقفوش وما بيتحركوش كواحده واحده دايما. في ثغره مهمه ودي كانت واضحه حتى الناس اللي اتفرجت من الملعب في الماتش الاولاني، ان كهربا كان بياخد المدافع زغله ده وينزل بيه لحد قرب نص الملعب، والراجل كان بيروح وراه يعني، وبتفضى مساحه كبيره في خط دفاعهم. عندهم يحيى جبران في خط النص من اللعيبه اللي بتغلط كتير لو اتضغط عليها وبترتبك، فهم عندهم ثغرات واضحه. هم عندهم كواليتي طبعا في لعيبه كويسه جدا تقدر في الضربات الثابته بتاعتهم يعملوا شغل كويس، في المرتدات بيعملوا شغل كويس، لكن وهم مش معاهم الكوره هم عندهم الحقيقه اكتر من ثغره ممكن الاهلي يشتغل عليها. وهم الاهلي حاول لولا الحاله الفنيه لبعض اللعيبه في الماتش اللي فات ما كانتش احسن حاجه، سواء العائدين من الاصابه زي حمدي فتحي الحقيقه ما كانش قادر بدنيا ان هو ينفذ المطلوب منه، وده اثر كتير على اداء النادي الاهلي. المره دي الحمد لله الاهلي رايح باستعداد افضل، حمدي بقى جاهز اكتر، الشناوي هيكون موجود، فالشناوي هيفرق كمان كقياده. طبعا مصطفى شوبير قدم مباراه عظيمه المباراه الاولى، مش بتكلم فنيا على قد ما بتكلم ان قائد الفريق هيكون موجود في الملعب، وده نفسيا بيأثر على اللعيبه، بيبقى له تأثير طبعا كبير يعني. طبعا طيب التكتيك اللي ممكن يلعب بيه النهارده كولر ايه؟ يعني هيعتمد على مين هيبقى معانا في خط النص؟ مين هيبقى معانا في الدفاع؟ مين هيبقى معانا في الهجوم؟ وانا اعتقد ان مش هيكون في تغييرات عن الماتش الاولاني، فيما عدا ان شوبير مش هيكون موجود وهيكون موجود محمد الشناوي، فاحنا الاهلي هيلعب فول تيم، محمد الشناوي، علي معلول في الشمال ومحمد هاني في اليمين. بس احنا هل ممكن نشوف الشناوي يعني هو لو جاهز من المباراه الاولى، هو جاهز من قبل المباراه الاولى، وكان بيتمرن قبلها باربع ايام، لكن كولر شاف ان هو الاصابه بتاعته هي شويه سخيفه، ممكن ترجع تاني، فياخد لازم ياخد احمال بالتدريج، فكولر فضل ان هو يستبعده رغم ان هو كان جاهز. يعني انا قصدي لو شوبير لعب كويس المباراه اللي فاتت، ليه ما نكملش بيه المباراه دي لو الشناوي لسه تعبان؟ ما هو خلاص هو سليم، يعني احنا خلاص هو يقينا سليم، يعني هو الماتش اللي فات حتى كان سليم، لكن تحسبا لانه كان الاصابه قبلها فتره قليله، فلا يا جماعه تعالوا ايه الاهم يكون موجود معانا في ماتش العوده، انما هو كان قادر ان هو يلعب المباراه الاولانيه. فاحنا بنتكلم في الشناوي ومعلول ومحمد هاني وياسر ابراهيم وعبد المنعم في الدفاع، الثلاثه بتوع خط النص حمدي ومروان واليو ديانج والشحات وكهرباء وبيرسي تاو، ده التشكيل ال الافضل للاهلي، وهو اللي بيشارك الحقيقه في كل المباريات الكبيره في الفتره الاخيره. ده التشكيل الاهلي، اعتقد ان هو هينزل يعني قدامه حاجه من الاثنين، اما هو يفاجئ الوداد بانه يضغط عالي من اول مباراه ويحاول يسجل في اول ربع ساعه، ده سيناريو الاهلي برضه اللي بيعمله تماما، ده وارد انه يحصل، ووارد جدا برضه ان الاهلي يبدا المباراه بتوازن وبهدوء ويستقبل اللعب شويه، مش من مرحله متاخره في الملعب، ممكن من ثلث الملعب، على اساس ان هو يمتص الحماس، يعدي اول ربع ساعه او ثلث ساعه ويقوم راجع حاجه تاني عشان يحيد الجمهور تماما. ولاعيبه الوداد برضه هتبقى طبعا نازله عندها رغبه شديده ان هي تسجل، فيقدر ان هو يهديهم، يعني يهدي الاجواء في الملعب عموما، ثم يبدا ان هو يحاول ان هو يسجل او يمشي الماتش حتى بالطريقه دي، لان النتيجه اصلا بتاعت الذهاب في صالحه. يعني ايوه، انت ليه قلت انك قلقان من التحكيم؟ ومش انا اللي قلت. بص، ملف التحكيم الحقيقه كان في علامات استفهام كبيره في تعيينات الحكام. الحكم اللي ادار المباراه الاولى الليبي حكم غير معروف على المستوى الافريقي، يعني مش حكم من حكام الصفوه في افريقيا، ومع ذلك تم تعيينه في نهائي دوري ابطال افريقيا. الحكم هيثم قيراط اللي هو كان على الفار، هو اللي كان موجود في مباراه الوداد والترجي اللي اتلغت، اللي هو الفار عطل فيها، فدي علامات استفهام لازم تبص لها. النهارده تعيين حكم هو اخر مباراه ليه بملاك تسيما، وبملاك معروف من الحكام اللي هي شخصيتها شويه بتضعف وبتميل لصاحب الارض، والنهارده اخر مباراه ليه، وهو كان عنده مشكله كبيره قبل كده مع فوزي لقجع اللي هو الرئيس الاتحاد المغربي. فالحقيقه ان تعيينات الحكام ما كانتش يعني بتدفع للتساؤل وبتدفع للشكوك، احنا مش بنشكك في ذمم حد، لكن بنقول ان الاختيارات نفسها بتثير علامات استفهام. بتثير علامات استفهام بالظبط. اللي حصل السنه اللي فاتت لسه الناس فاكراه، فطبيعي جدا ان يبقى في عندنا شويه مخاوف اكيد من التحكيم. يعني احنا بنتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده، واحنا كلنا وراك، كلنا بنشجع النادي الاهلي، كلنا اكيد بنتمنى الفوز، وان شاء الله ما يبقاش فيه ولا ضغوطات ولا اخطاء ولا اي حاجه من اي يعني اتجاه. الاستاذ صبري سراج الناقد الرياضي، كل الشكر ليك على وجودك معانا النهارده، بشكرك يا فندم. شكرا ليك، شكرا. على أي حال، عقارب الساعة تشير إلى 9 صباحا، وده موعد موجز الأنباء، وهيأتيكم بصحبة زميلتنا دينا شرف. دينا، شكرا لك مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على متابعة برامج التدريب والتأهيل المهاري والبدني المختلفة، كما تابع عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الأكاديمية. وفي كلمة له بالأكاديمية، أكد الرئيس السيسي سعي الدولة لتعزيز قدرات أبنائها بمختلف أجهزة الدولة، داعيا إلى المزيد من الجهد والعمل. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية حاليا، لافتا إلى أن هذا الدور ليس مقتصرا فقط على طلبة الكليات العسكرية، وإنما في إعداد وتأهيل شرائح كثيرة تقوم بالعمل في الدولة. وأضاف الرئيس السيسي أن الهدف من ذلك هو تعزيز وتأكيد قدرة من يلتحق بأجهزة الدولة المختلفة وإعطائه جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال فترة التحاقهم بالكلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وفي إطار المبادرة الرئاسية لتبني المواهب، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيان مشترك عن تبنيهما للطالبة المتفوقة منة الله عماد، والتي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ. وتتكفل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في جميع مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة. يأتي ذلك بناء على تكليفات الرئيس السيسي بتبني الطالبة تعليميا نظرا لظروفها الأسرية الصعبة ودعما لتفوقها العلمي. تنطلق اليوم ثالثا جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تعقد جلسات تبحث موضوعات حرية تداول المعلومات والقضايا الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ. هذا وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية التي كانت مقررة اليوم لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها. وكانت الجلستان النقاشيتان الأوليان للجان المحور السياسي قد ناقشتا العديد من القضايا الخاصة بالمجالس المحلية والأحزاب السياسية والنظام الانتخابي وقضايا القضاء على كافة أشكال التمييز. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن عمليات الهجوم المضاد جارية في أوكرانيا، لكنه لم يصفح عن تفاصيل. وطلب زيلينسكي من الصحفيين نقل الرسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفادها أن القادة العسكريين في أوكرانيا في حالة معنوية مرتفعة. وامتنع الرئيس الأوكراني عن التعليق عندما طلب منه في مؤتمر صحفي في كييف أن يعقب على تصريح بوتين بأن قوات كييف بدأت هجومها المضاد لكنها لم تحرز تقدما. أكد نائب الأمين العام لحلف الناتو مرتشيا جيوانا أنه لا يوجد حاليا إجماع داخل الحلف على انضمام أوكرانيا إلى عضوية حلف شمال الأطلنطي. وشدد النائب الأمين العام على أن المناقشات داخل الحلف حول أوكرانيا مكثفة، لافتا إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيجلس إلى نفس الطاولة مع رؤساء الدول الأعضاء في الناتو. أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية إلقاء القبض على 16 عسكريا للاشتباه في دروعهم في قتل 5 رجال، وذلك بعد التقاط مقاطع مصورة لهم وهم يضربون الرجال ال5 ثم يطلقون النار عليهم. وقالت الوزارة في بيان إن محكمة عسكرية أصدرت 16 مذكرة اعتقال يوم الخميس بحق الأفراد العسكريين الضالعين في جرائم تتعارض مع النظام العسكري. ويأتي القرار بعد أن نشرت وسائل الإعلام مقطعا مصورا يعود تاريخه إلى 18 من مايو من ولاية تاما واليباس، وذلك شمال البلاد، يظهر عملية القتل. ورياضيا، توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه الصعب على فريق إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا. سجل هدف مانشستر سيتي واللقاء الوحيد اللاعب الإسباني رودريري في الدقيقة 68، وبتتويجه باللقب الأوروبي نجح مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد حصد لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. في بداية حلقتنا النهاردة اتكلمنا عن ملف الدبلوماسية المصرية وازاي مصر نجحت انها تطور علاقاتها الخارجية بشكل كبير بعد ثورة 30 يونيو، ازاي مصر قدرت تتفاعل مع كل القضايا اقليميا ودوليا، ازاي مصر قدرت تحقق رؤى ثابتة في الإقليم، سواء الإقليم العربي، الإقليم المتوسطي، الإقليم الإفريقي، كل الدوائر المصرية اللي بتدور فيها، ازاي مصر قدرت تقدر تعمل فيها نوع من أنواع التوازن، وأيضا على الساحة الدولية ازاي قدرنا نعمل نوع من أنواع التوازن ما بين القوى العظمى في علاقتنا. الرؤية المصرية بتقوم على مبادئ ثابتة، منها الاحترام المتبادل، عدم التدخل في شؤون الآخرين، منها المصلحة المشتركة، منها البناء، منها التنمية. دي المحاور اللي بتقوم عليها السياسة الخارجية المصرية، واللي ده كان واضح جدا 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 من بعد ثورة 30 يونيو ومن بعد 2014 واحنا بنتكلم النهارده في 9 سنين تقييم في ملف السياسة الخارجية المصرية. توازن في العلاقات كمان بالزبط. يمكن استعادة الدور الإقليمي والريادي المصري في أفريقيا كمان كان على رأس أولويات الدولة المصرية، وده يمكن اللي شفناه من خلال الدعم المصري والتعاون المشترك مع دول القارة السمراء، ويعني برز هذا الاهتمام والتعاون من خلال الزيارة الأخيرة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الجنوب الأفريقي. خلونا نتكلم أكتر عن تفاصيل وحصاد هذه الزيارة وملف الدبلوماسية المصرية بعد 30 يونيو. معانا النهارده منورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا بيك يا فندم، منورنا. أهلا يا أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. وربما يعني خلينا نبدأ بالجولة الأفريقية، جولة خارجية وصفت بالتاريخية، أول رئيس مصري يذهب لهذه الدول في وقت احنا بنسلم فيه قيادة الكوميسة لدولة أخرى. تقييمك لهذه الزيارة وأثرها على العمق الإفريقي لمصر؟ خلينا ناخد فلاش باك ونرجع 10 سنين للخلف علشان نعرف نلخص كل اللي حضرتك قلته ونتخيل بعد 30 يونيو دولة مصرية مهددة بالاستبعاد من عضوية الاتحاد الأفريقي نتيجة الفهم الخاطئ الذي تم ترويجه عبر الآليات الإعلامية المعادية للدولة المصرية عن هذه الثورة الشعبية العظيمة في 30 يونيو، واللي حاولوا من خلاله ان هم يضغطوا على الدولة المصرية لإفقادها التأثير في دوائرها الرئيسية، خاصة الدائرة الأفريقية، ومن ثم الانطلاق الى ما هو ابعد من ذلك الى استبعاد مصر من منظمات دولية. طبعا لو دولة فقدت عضوية منظمتها القارية، دولة بتصبح عرضة ان هي تتعرض لتهديدات في عضوية المنظمات الدولية الاخرى. ناخد الفلاش باك ده ونشوف النهارده بعد 10 سنين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه في دولة أفريقية، شملت زيارة للمرة الأولى لدولتين. بنتكلم عن إن الدولتين دول موزمبيق وأنجولا. فخامة الرئيس فيهم ابتدى الجولة بأنجولا وختمها بموزمبيق، وأول مرة رئيس مصري يزور الدولتين. في إطار الجولة تمت زيارة دولة زامبيا، وفي الإطار ده تم اللقاء مع رئيس دولة ملاوي ورئيس دولة كينيا. كل ده بيرسخ التحول الكبير الذي حدث في الدور المصري، بحيث أنك بتصل في النهاية إلى الدولة القائد، نموذج الدولة القائد في العلاقات الدولية. والدولة القائد بيبقى ليها ركائز وشكل مختلف في إدارة علاقاتها. الاقتراب المصري من القارة الأفريقية بالتحديد تم من خلال مراحل متعددة، أهمها إعلاء المبادئ الإنسانية ومبادئ التعاون والشراكة في إطار حددته مصر في أحد التصريحات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: نحن نعني بتحقيق المكسب للجميع. وده كان أمر مهم جدا، أبروتش، اقتراب مهم من الشعوب الأفريقية، من قادة الدول الأفريقية، لإزالة العديد من الالتباسات التي تم ترويجها من الإعلام المعادي ومن بعض الشخصيات عن علاقة مصر بدول القارة الأفريقية. بتتكلم عن فترة تاريخية من 2014 لغاية النهاردة تقريبا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاب كل أرجاء القارة الأفريقية بالظبط، بحثا عن تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية العادلة في التنمية، بحثا عن تحقيق السلم والأمن الأفريقي، بحثا عن اكتساب مزيد من الحقوق والتوافق حول قضايا تمس الأمن والسلم في أفريقيا، وعلى رأسها بالطبع التطرف والإرهاب. ولكن لا ينبغي أن نغفل أن ما يمس الأمن القومي لشعوب القارة الأفريقية لا يتعرق بالتطرف والإرهاب فقط، ولكن هناك مجالات الصحة، هناك مجالات نقل الخبرة المصرية في الإدارة، هناك مجالات تتعلق بالاستفادة من القدرات المصرية في البنية التحتية وفي إدارة مشروعات النقل والكباري. ويمكن هذه الزيارة بالذات للدول الثلاثة لخصت في اللقاء مع رؤساء الدول الثلاثة هذه المحاور الرئيسية. يعني فخامة الرئيس تبادل مع رؤساء الدول الثلاثة، بالإضافة طبعا إلى اللقاءين اللي تموا مع الرئيس الملاوي والرئيس الكيني، إزاي أن الدولة المصرية لديها رؤية للتغلب على قضايا القارة الأفريقية في مجال التنمية، في مجال تحقيق العدالة، في مجال المناخ، في مجال الحصول على شعوب العادلة، الحقوق العادلة للشعوب الأفريقية في حياة كريمة يستطيعوا أن يحيوا فيها. يعني احنا بنصدر التجربة المصرية بالشكل الإيجابي لهذه الدول الأفريقية والتسويق للشركات المصرية العاملة في هذه القطاعات. يعني خلي بال حضرتك فخامة الرئيس في كلماته حتى أمام تجمع الكوميسا كان حريصا على الإشارة أن الشركات المصرية التي نفذت العديد من المشروعات التنموية في القارة الأفريقية وعلى رأسها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، هذه الشركات قادرة على أن تمد القارة الأفريقية بكل سبل الدعم اللازم لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية ولتحقيق فكرة التكامل الأفريقي. بالطبع مصر في ده عندها مجموعة من الرؤى، أهمها الربط بين دول القارة الأفريقية والقاهرة كيب تاون، مشروع تطالب الدولة المصرية دول القارة الأفريقية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة من أجل يعني الاستمرار في هذا المشروع، لأن هذا المشروع يحقق مصالح الشعوب الأفريقية في تحقيق التكامل الاقتصادي. لا يمكن أنك أنت تتخيل حدوث أي نوع من أنواع الطفرات الاقتصادية في أي مكان من العالم دون أن تكون هناك بنية أساسية تتلائم وحجم الطموحات اللي أنت بتتوقعها، ودون حتى أن تتلائم مع قدرة هذه الشبكات على تحقيق هذا الربط الذي يسهل الانتقال. بالطبع ده بيتطلب اتباع سياسات تتعلق بالجمارك، بالضرائب، كل ده كان محور حديث من فخامة الرئيس. ويمكن فخامة الرئيس كذلك أوضح أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين قبل أن يسلم رئاسة التجمع إلى دولة زامبيا قابلت بلاء حسنا في تحقيق أوجه التكامل بين كافة شعوب القارة، بل ذهبت أبعد من ذلك إلى أن هي ابتدت تفكر في التكامل الطبي. يمكن كان قبل ما يغادر فخامة الرئيس إلى دولة أنجولا كان في المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني اللي كان بينعقد في الدولة المصرية في هذا التوقيت، واللي كان معني الحقيقة بتوفير كافة أوجه التصنيع الدوائي. يعني مصر مهتمة بنقل خبرتها في هذا المجال إلى دول القارة الأفريقية. احنا لو قلنا كده في نقاط سريعة جدا أو لخصنا مثلا جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الأفريقية في نقاط، يعني الحاجات الإيجابية اللي رجع بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جولته؟ سؤال في منتهى الدقة، وهو معني بماذا تريد مصر من أفريقيا وماذا تريد أفريقيا من مصر. مصر تريد الخير زي ما قلنا وتحقيق المكسب للجميع، ولكن مصر تدرك أن شعوب القارة الأفريقية وقادة الدول الأفريقية عليهم أن يكونوا على قدر من الوعي الكبير بالقضايا التي تمس الأمن والسلم الأفريقي. على رأس هذه القضايا بالطبع قضية سد النهضة، وكان من المهم أن يستعرض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء هذه الدول هذه القضية الهامة، وأن يؤكد على الثوابت المصرية. مصر لا تمانع في تحقيق مصلحة أي شعب من الشعوب الأفريقية، ولكن شريطة ألا يمس ذلك قواعد القانون الدولي وألا يفتقد ذلك من الحقوق المصرية العادلة في مياه النيل أو حتى حق الشعب السوداني في هذه المياه. مصر في هذا الإطار تتوقع من شعوب وقادة الدول القارة الأفريقية دعم المطالب المصرية في التوصل إلى اتفاق ملزم لهذه الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، بهدف عدم الإضرار بحصة أي دولة من الدول، وبهدف استمرار مياه النيل في الوصول إلى مصبها في النهاية. مصر في هذا الإطار لا تستخدم لغة التهديد، ولكن مصر تعلي دائما خطابا رشيدا في هذا الملف، ولم تستجب إلى أي محاولة من محاولات استعراض القوة التي حاول البعض أن هو يعني يدفعها إلى انتهاجها في التعامل مع هذه الأزمة. بالعكس، مصر تتمسك بقواعد القانون الدولي وتنقل هذه الخبرة إلى الشعوب الأفريقية. ليس بصوت المدافع فقط يمكن أن تحل المشاكل، ولكن هناك صوت العقل، وهناك صوت القانون الدولي الذي يحكم الجميع، وهناك الاتفاقيات التاريخية الموقعة والتي تمثل إطارا ملزما لكافة الدول المعنية بأي نوع من أنواع النزاعات على هذا النحو. الأمر الثاني، مصر تريد من شعوب القارة الأفريقية أن تتعاون في ملف التطرف والإرهاب. مصر تدرك أن هذا ملفا مهددا، وبالتالي مصر ترغب من شعوب وقادة الدول الأفريقية أن يتعاونوا في ملف الإرهاب، ويمكن قادة الدول اللي التقى بهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانوا حريصين تماما على إبراز تقديرهم لدور المؤسسات الدينية المصرية المتواجدة في داخل هذه الدول، والتي تعمل على نشر المبادئ السامحة للدين الإسلامي وللدين المسيحي، وتتعامل صحيح. بشفافية مطلقة في هذا الإطار، في إطار إصلاح الخطاب الديني اللي بتحاول بعض التنظيمات المتطرفة أن هي تخترقه. ملف تاني مهم الحقيقة، السلم والأمن في قضايا النزاعات المسلحة، وده بيؤدي إلى أزمات كبيرة جدا أهمها النزوح والهجرة غير الشرعية. ويمكن مصر ضربت نموذج بالأزمة الأخيرة التي تمر بها دولة السودان الشقيق، وأشارت إلى الإجراءات التي تبعتها منذ اندلاع الأزمة باعتبارها يعني الحاضن الجنوبي المباشر للأمن القومي المصري والعلاقة التاريخية الأزلية التي تربط مصر بالسودان. ومن ثم أوضحت الدولة المصرية جهودها لاستقبال الشعب السوداني الشقيق في أرضه، وأوضحت مصر أن هي لا تتعامل مع هؤلاء على أنهم لاجئين ولكنهم ضيوف على الأرض المصرية ترحب بيهم. وأوضح فخامة الرئيس أن يعني عندنا 5 مليون من أصل 9 مليون ضيف على الأرض المصرية من دولة السودان الشقيق، زادوا في الفترة الأخيرة بالمعدلات اللي دخلت. وفي اتجاه برضو لتقنين هذا الانتقال شفنا إجراءات خدتها الدولة المصرية مؤخرا لضبط هذه العملية. النموذج ده، نموذج الأزمة السودانية ده، بيقدم الدليل المباشر كيف يمكن أن تمثل النزاعات المسلحة عاملا حاسما في فكرة النزوح أو فكرة الهجرة غير الشرعية، لأن في وتتأثر بها دول الجوار أيضا وتتأثر بها دول الجوار صحيح. فبالتالي مصر بتناشد الدول الأفريقية العمل وفقا للوائح الحاكمة للاتحاد الأفريقي، والعمل وفقا لقواعد القانون الدولي والإنساني، لكي تضمن هذه الشعوب في هذه الدول اللي فيها مثل هذا النوع من النزاعات الوصول إلى حل آمن لهذه النزاعات قبل أن تنطلق حتى صحيح. ويمكن الدولة المصرية كان عندها مشروع للإنذار المبكر تحاول من خلاله العمل مع باقي دول القارة الأفريقية للتنبؤ بالمناطق التي يمكن أن تنفجر فيها الصراعات، وبالتالي العمل على الحد منها قبل أن تظهر. أفريقيا تريد من مصر إيه بقى؟ أفريقيا تريد من مصر طبعا في حاجات كتير الدولة المصرية تريدها من أفريقيا في إطار التعاون، أهمها الارتقاء بحق الشعوب. إنما ماذا تريد أفريقيا من مصر؟ أفريقيا تريد من مصر نقل الخبرات، ويمكن تحتاج الدول الأفريقية إلى الصوت المصري العاقل في المنظمات الدولية. وشفنا لما الدولة المصرية مثلت القارة الأفريقية في مجلس الأمن كيف عملت مصر، وكان الملف الأفريقي أحد الملفات الرئيسية التي عملت عليها الدولة المصرية بالتعاون مع باقي الدول أعضاء مجلس الأمن في هذا التوقيت لإقرار مزيد من المشروعات. الدول الأفريقية تريد من مصر نقل الخبرات اللازمة لإعادة هيكلة المؤسسات الأفريقية كاملة. الدول الأفريقية تصدير الدواء. الدول الأفريقية تريد من مصر أن تقدم خبرة السنوات الأخيرة. مصر مرت بتجربة تنموية كبيرة جدا بتشيد بها كافة دول العالم، ولها ملامحها الرئيسية اللي باتت حاكمة، وبالتالي الدول الأفريقية ترغب في نقل هذه الخبرات سواء عن طريق الكفاءات البشرية، سواء عن طريق القدرات التكنولوجية اللي باتت متوفرة في الدولة المصرية، سواء عن طريق نقل خبرات في بناء شبكات البنية التحتية وحتى شبكات الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى ما تتوسمه الدول الأفريقية من الدولة المصرية من قدرة على ربط الاتحاد الأفريقي بباقي التجمعات اللي مصر بتعد شريك رئيسي فيها واللي تحققت عبر السنوات العشر الماضية. يعني الاتحاد الأفريقي مع ال مع ال مع ال مع, ال مع الصين، الاتحاد الأفريقي مع اليابان، الاتحاد الأفريقي مع الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي مع روسيا، الاتحاد الأفريقي مع ألمانيا، الاتحاد الأفريقي مع فرنسا، الاتحاد الأفريقي مع دول العربية. كل هذه العلاقات بمسمياتها المختلفة أو أي تجمع بيحصل في هذا الإطار، اللي أبرزهم طبعا تجمع الفكاك مع الصين اللي تحقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة. أنت بتقدر تقول أن الدولة المصرية هي حلقة الوصل، وهي حامل صوت القارة الأفريقية صحيح. والشعوب الأفريقية ظهر في الحصول على حقها العادل في التنمية صحيح. طيب وإحنا بنتكلم يعني في دول تصدر ثورات، في دول تصدر نماذج للتخريب، إحنا في مصر بنصدر نموذج البناء، نموذج التنمية، نموذج الارتقاء بمستوى الفرد الإفريقي، الإنسان والمواطن الإفريقي، وأيضا الدولة الإفريقية. كان أثير كلام كتير عن أن الرئيس السيسي في زيارة لجنوب افريقيا او للدول الجنوب في افريقيا، كان في كلام عن اتفاقيه التجاره الحره وكيفيه تفعيلها. وصلنا لايه في القصه دي يا فندم؟ الدولة المصرية قبلت بلاء حسنا في السنتين الماضيين فيما يتعلق بإدارة هذا الملف وفي تحقيق اتفاقية التجارة الحرة وفي الربط بين المنظمات الأخرى الضليعة في تحقيق هذا الإطار. حررنا بالفعل العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار، ولكن تبقى بعض المعوقات الإدارية المتعلقة ببعض الدول عائقا أمام استكمال هذا المشروع. ومن ثم كانت الدولة المصرية حريصة في أحد ملفات هذه الزيارة خاصة أمام تجمع الكوميسا على استعراض هذا الملف الرئيسي باعتباره ملف أنجزت فيه الدولة المصرية إنجازا كبيرا من خلال محاولة توحيد المنظمات الأخرى العاملة في نطاق عمل الكوميسا، تجمع الكوميسا، المنظمات التي تعمل في إطار الإقليمية، يعني التجمعات الإقليمية الأخرى التي ترتبط باتفاقيات بينها وبين بعض، وازاي ان هي يمكن ان تتشارك مع الكوميسا من اجل تحقيق تحرير التجاره في القاره الافريقيه. انت بتتوقف هنا امام قدره القاره الافريقيه، بتتوقف امام ازاي ان هذه القاره تملك من الثروات ان يمثل تهديدا حقيقيا اقتصاديه بازغه في العالم. حجم القاره الافريقيه التبادل التجاري بين الدول الاعضاء فيها قليل جدا قليل جدا بالنسبه اللي بتطمح ليه الدوله المصريه واللي بتحاول ان تغذيه وتنميه في باقي الدول الافريقيه، وتطالب الدول الافريقيه بزياده معدلاته. مصر يمكن يعني استعرضت من خلال كلمه فخامه الرئيس النمو الذي حدث في تحرير التجاره المصريه بين مصر وعدد من الدول الافريقيه وعدد من المنظمات الافريقيه في هذا الاطار، ولكن ما زالت هذه الحدود في حدها الادنى، ومصر لديها طموح عالي ان تتزايد هذه التحريرات او تتزايد هذه الاتفاقيات في المستقبل من اجل مستقبل افضل للقاره الافريقيه. القاره الافريقيه تملك سلع، تملك منتجات، تملك زراعه، تملك صناعه، تملك ثروات كثيره جدا يمكن يعني من الممكن استغلالها لصالح الدول الافريقيه. الكاتب الصحفي احمد ناجي امحى. احنا هنطلع لفاصل ونرجع من بعدها نكمل مع حضرتك الملف الدبلوماسي المصري. يونيو خليكم معانا. بنرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، ولسه مكملين فقرتنا النهاردة مع الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اللي منورنا النهاردة في الاستوديو. أهلا بحضرتك مرة تانية، ولسه بنتكلم عن السياسة الخارجية المصرية اللي كانت ناشطة جدا من بعد 30 يونيو. ولو اتكلمنا على الدوائر العدة اللي يمكن نشطت فيها الخارجية المصرية، مش هنقدر أبدا ننسى الدائرة العربية اللي احنا عايزين نركز عليها النهاردة من بعد طبعا ما اتكلمنا على جولة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدول الأفريقية. الخارجية المصرية بقى ودورها في يمكن الدول العربية، لو اتكلمنا على تسوية الأزمة الليبية مثلا، أو دعم الشرعية في اليمن، أو الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، حتى طبعا دورنا الأبدي والتاريخي في القضية الفلسطينية. كل دي يعني مجهودات كبيرة قامت بيها الخارجية المصرية لالتزامها الشديد لأشقائها العرب. النهاردة عايزين كده لو نعمل زي حصاد حدث في 9 سنوات الماضية في هذا الملف بالتحديد. 30 يونيو مثلت إرادة شعب أوقف مخطط لتدمير المنطقة العربية والقارة الأفريقية. المخطط كان واضح للجميع، وطالما أفاض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحديث عنه، ويمكن في منتديات الشباب يا أستاذ مصطفى كان دايما بيشير إلى حجم التكلفة اللي بتدفعها الشعوب واللي بتدفعها الدول نتيجة انهيار مؤسساتها الوطنية ونتيجة الفوضى اللي حصلت في هذه الدول. ومن ثم المبادئ الرئيسية اللي كانت حاكمة الدولة المصرية في التعامل مع هذه الملفات كانت الإعلاء من قيمة الدولة الوطنية، التمسك الشديد بالحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكمها وفقا ل ثوابتها الثقافية والاجتماعية الحاكمة لشعوبها ولاتجاه تشكيل الوعي العام فيها. أيضا الدفاع عن حق الشعوب في امتلاك مقدراتها، محورية العمل على حل القضية الأزلية، القضية الفلسطينية. السؤال الفلسطيني هو سؤال مهم على مستوى العالم، والدولة المصرية كانت الدولة الأنجع في التعامل معاه، ويمكن نتذكر المؤتمر اللي كان منعقد في باريس واللي كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضره لدعم السودان الشقيق، واللي كانت خلاله اندلاع الأحداث في غزة قد وصلت أوجهها، ولكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب هذا المؤتمر أعلن عن مبادرة الهدنة في غزة، واللي احنا شفنا بعديها سيادة اللواء عباس كامل بيتوجه بنفسه إلى غزة من أجل استعادة الهدوء والحفاظ على الهدنة والتوصل إلى اتفاق بين كل الشعوب بين كل أطراف النزاع في هذه الفترة. ويمكن احنا كان لينا الفضل والسبق برضو كتلفزيون مصري وكقناة مصرية ان احنا ننقل من صباح الخير يا مصر من هناك من قلب غزة في دور إعلامي غير مسبوق بيحقق اللي كان بيقول عليه مصطفى: مصر لا تبحث عن التخريب، مصر تبحث عن البناء والتنمية. وكان الغرض من هناك توصيل رسالة أن مصر موجودة على الأرض، أن مصر قادرة على التعاون مع كافة الأطراف من أجل تحقيق اتفاق دائم وشامل وعادل لهذه القضية اللي مصر بتنطلق منها لتصور تاني. يمكن فخامة الرئيس دايما بيكون حريص على إبرازه وتأكيده أن مصر شايفة أن حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى تجفيف أحد مصادر نشر الفكر المتطرف، لأن نشر الفكر المتطرف اللي هم بيحاولوا يؤسسوه دايما وأبدا على نصرة القضية الفلسطينية إلى آخره، بيتم من خلاله تزييف وعي قطاع كبير من الشباب المصري نظرا لسمو ومكانة المقدسات الموجودة في دولة فلسطين، وسمو ومكانة دولة فلسطين وموقعها كحق أصيل لشعبها وكحق أصيل للشعوب العربية تتمسك به منذ 1948. الدولة المصرية في هذا الإطار ترى أن القضية الفلسطينية قضية رئيس ينبغي أن احنا نتعامل معها. كذلك الدولة المصرية تلخيصا لكل ما سبق بترى أن الاتفاقيات الدولية سواء ما يتعلق منها بالقانون الدولي العام أو يتعلق منها بالقانون الدولي الإنساني أو يتعلق بالمنظمات التي تشترك في محاولة رأب الصدع في هذه الملفات ينبغي أن تكون حاضرة وبقوة، أنه لا يمكن العمل خارج حدود هذه الاتفاقيات وخارج حدود القانون الدولي العام والإنساني. الدولة المصرية في هذا الإطار بترى أيضا أنه لا ينبغي الإبقاء على فترة أطول من هذه الصراعات نظرا لما يهدده ذلك منها مقدرات شعوب، ومن ثم أن الحل والتفاوض السياسي هو المخرج من هذه الأزمات اللي ما زالت بعضها مشتعلا. صحيح. وبتناشد قادة الفصائل المختلفة أو أطراف النزاع المختلفة الموجودة في قلب كل دولة عربية ما زالت تعاني جراء أحداث فوضى 2011 اللجوء إلى التفاوض السياسي وترفض تماما الخيارات العسكرية، لأن الخيار العسكري بيسمح مباشرة لأطراف لها مصالح متباينة ولا تستطيع أن تدخل في هذه الصراعات. صحيح. وتهدد مقدرات الشعوب في المستقبل. صحيح. دي مبادئ حاكمة للدولة المصرية في التعامل مع المنطقة العربية، ويمكن من هنا بيبرز الرؤية المصرية السليمة اللي تبنتها مصر من 2014 سواء في كل الملفات اللي احنا بنتكلم عليها، في الملف السوري، في الملف الليبي، في الملف اليمني، في الملف العراقي، في الملف اللبناني، ومؤخرا في الملف السوداني. صحيح. دي ملفات رئيسية الدولة المصرية حاضرة بقوة. لا يتخيل أحد أن الأمن القومي المصري يرتبط بالجوار المباشر فقط، ولكن الأمن القومي المصري يرتبط بما هو أبعد من ذلك. صحيح. الدوائر التهديد الأمن القومي المصري تبدأ مش من الجوار المباشر ولكن مما هو أبعد من ذلك. من هنا الاهتمام المصري بسوريا، من هنا الاهتمام المصري بالعراق. صحيح. ومن هنا ابتدت الدولة المصرية تنشئ دوائر مبدعة من قلب الدائرة الرئيسية العربية، دوائر للتفاعل لكي تكون أكثر قدرة على الفعالية على الأرض، دوائر ابتكارية الحقيقة ابتكرتها الدولة المصرية. صحيح. زي دائرة الشام الجديد وزي الدائرة العربية. دي دوائر الدولة المصرية بتحاول من خلالها أن تحقق التكامل السياسي والتكامل الاقتصادي. لا يمكن الحديث أو الفاصل بين التكامل السياسي والتكامل الاقتصادي. صحيح. زي ما حضرتك بتقول، يعني الدارس للعلوم السياسية يعرف أن مصر لها دوائر ثابتة: الدائرة الإفريقية، الدائرة العربية، الدائره الدولة الاسلاميه، الدائره المتوسطيه، ولكن فعلا صانع السياسه او صانع الدبلوماسيه المصريه من بعد ثوره 30 يونيو قدر ان هو يخلق او يبتكر دوائر جديده زي ما قلت حضرتك، محور الشام الجديد او قمم الكلاماتا مع قبرص واليونان اللي ربما كانت علاقتنا قبل اكتشاف الغاز معهم كانت علاقات وديه وخلاف، ولكن لم تكن بهذا العمق وهذا الثراء. دوله زي ايطاليا وعلاقتنا بشركه ايني الايطاليه اللي قدرت ان هي برضه تعمل الكلام ده. حدثنا عن هذه الدوائر الابتكاريه للسياسه او الدبلوماسيه المصريه. حضرتك نقلتنا للدائره الاوروبيه، وهنا حاكم رئيسي للدوله المصريه التعامل الند بالند والتاكيد على ان الدوله المصريه لديها حريه القرار وتملك قرارها الوطني المستمد من ارادتها الوطنيه ووفقا لمصالحها التي ترى ان لها الاولويه في التحقيق على الارض، وان العلاقه تقوم، مش معنى ان العلاقه تقوم ند بالند ان هي تكون علاقه صراعيه، ولكن هي يمكن ان تكون علاقه تعاونيه وتكامليه. لا توجد فيها املاءات ولكن يوجد فيها توافقات، يوجد فيها مصالح متبادله. هكذا هي الاصول الحقيقيه لعلوم السياسيه او علم العلاقات الدوليه بالتحديد، مصالح متبادله، مصالح مشتركه يمكن ان تتحقق جراء علاقات بين الاطراف المختلفه. من هنا تأسست علاقة مصر مش بالدائرة الأوروبية بس ولكن بالدائرة الأمريكية والدائرة الآسيوية برضو، احنا لازم ناخدهم مع بعض. أن مصر حققت التوازن في إدارة العلاقات بين الدوائر الثلاثة. مصر طرف لا ينحاز، مصر طرف لا ينحاز لأي طرف من الأطراف على حساب المبادئ الأخلاقية الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية. في وسط كل ذلك بالطبع كانت هناك علاقات متميزة مع الدول التي أبدت تفهما لما حدث من تطورات في الداخل المصري وتحترم هذه التجربة المصرية في التنمية. تتحدث عن ألمانيا، بتتحدث عن إيطاليا، بتتحدث عن فرنسا، بتتحدث عن روسيا، بتتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، بتتحدث عن الصين، بتتحدث عن اليابان. إذا أنت تتحدث عن الدول الرئيس في الحاكمة، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية. شفنا ده الرئيس في جي 7 كان إزاي حاضر وموجود في القمم الكبرى. الدوائر أو الدول الرئيس الفاعلة في هذه الدوائر الثلاث. لكن في ظل كل هذا التميز والقدرة على إدارة الملفات وفقا للثوابت الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية، لازم حضرتك تنتبه لأمر تاني مهم جدا، القدرة الابتكارية. تاني بنؤكد عليها اللي يمكن تحدثنا بشأنها، اللي هي القدرة الابتكارية على ابتكار دائرة مصر اليونان قبرص. أنت إزاي قدرت من خلال هذه الدائرة يعني تنمي وتعزز من قدراتك في اكتشافات الغاز؟ قدرت انك انت تربط ده بمصالح مع الدوله الايطاليه في اكتشافات الغاز، قدرت تربط ده بمصالح مع الدوله الالمانيه، الشركات الالمانيه العامله في مجال الكهرباء، هيصدر الكهرباء كمان تحت البحر المتوسط. خلقت مشروع تنموي اخر يتعلق بملف الطاقه النظيفه اللي هي مستقبل العالم اللي احنا فيه دلوقتي. قدرت من هذه الدائره الصغيره ان تنطلق الى استعاده حقوق مصريه وترسيم حقوق الحدود المائيه في البحر المتوسط. قدرت تضع حدا للكثير من الأزمات التي كانت يمكن أن تندلع إعمالا لقواعد القانون الدولي. أنت لم تخرج عن قواعد القانون الدولي، لم تخرج عن الاتفاقيات الدولية المؤسسة للحقوق المائية الدولية للدول في البحار، وقدرت تحط مستقبل مختلف لطبيعة إدارة العلاقات بين دول المتوسط حول الغاز من خلال منظمة القاهرة للغاز. إذا أنت بتتحدث عن دولة أدارت هذه الملفات مع هذه الدوائر الرئيسية على قدر من التوازن، على قدر من التوازي، قدرت أن هي تحافظ على موقف ثابت من الأزمات الدولية. خلينا أقول أن في الأزمات الإنسانية الدولة المصرية حاضرة، رغم أن ممكن في لحظة من اللحظات أنت بتتخيل أن الدولة بينها وبين دولة أخرى عداء وإلى آخره. لكن عندما تتعرض أي دولة في العالم إلى موقف إنساني، زلازل، ما شابه، أنت بتشوف أن الدولة المصرية حاضرة بقوة وتتوجه بكل قدراتها في محاولات إغاثة شعوب هذه الدول. الأمر الثاني أن الدولة المصرية من خلال رؤيتها واحترامها للمبادئ الإنسانية ومبادئ العدالة وعدم الانخراط خلف الانحياز لطرف او اخر، بتشوف ازاي الدوله المصريه بتتعامل مع الازمه الروسيه الاوكرانيه، الازمه الابرز. مهمه قوي بقى النقطه دي، وانك انت قدرت تحافظ على التوازن في اداره العلاقه مع الطرفين على الرغم من ارتباطك بمصالح مباشره مع الدوله الروسيه ومع الدوله الاوكرانيه. ومع الأطراف المحركة للأزمة، مش هنقول طرف واحد ولكن الأطراف المحركة للأزمة، استطعت خلالها أن تبرز كشريك رئيسي في العالم يحاول التهدئة. كلنا نفتكر كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ عندما دعا دول العالم إلى دول العالم الصديقة التي ترغب في تحقيق السلم العالمي أن هي تتدخل في هذه الأزمة. قدرت من خلال هذه الأزمة أن تقدم نموذج الدولة الرشيد الحقيقة، الدولة التي تحاول ألا تنحاز لطرف من الأطراف والتي اكتسبت احترام الجميع. لا يعني على غير العادة ما شفناش الدولة المصرية تتعرض صحيح. إلى نوع من أنواع الانقطاع في العلاقة مع روسيا، مع أوكرانيا، صحيح. مع الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح. مع إنجلترا، مع إنما الدولة المصرية مستمرة في نهجها لأنها دولة ثابتة. تبقى أمر أخير المبادئ الإنسانية في العلاقات الدولية وفي السياسة الخارجية المصرية. أزمة كورونا كانت فاضحة في هذا الإطار وكشفة في هذا الإطار، أن الدولة المصرية لم تألو جهدا في تقديم المعونة لدول انهارت منظومتها الصحية جراء هذه الأزمة التي لم يتهدد بها الداخل المصري، وقدرت الدولة المصرية أن تنمي من قدراتها. ويمكن الزيارة الأفريقية الأخيرة بتثبت ده، فكرة التصنيع الدوائي وإزاي مصر قدرت توفر اللقاحات للدول الأفريقية في إشارة مباشرة إلى أهمية الانتقال إلى فكرة الصناعة في القارة الأفريقية. نحن غير معنيين بالتجارة وبالزراعة وإلى آخره، ولكن احنا معنيين بالوصول إلى آخر ما وقف عليه العالم من قدرات صناعية علشان نقدر نوفر الحقوق العادلة للتنمية الشاملة لشعوب القارة الأفريقية. صحيح صحيح. على أي حال يعني احنا اتكلمنا مع حضرتك يتعلق بملامح السياسة الخارجية الدولة المصرية وكيف تفاعلت الدبلوماسية المصرية معها سواء إفريقيا أو عربيا أو دوليا، وما ننساش برضو أن مصر حافظت على خط من خطوط التوازي مع القوى الكبرى سواء مع الجانب الأمريكي أو فتحنا علاقات قوية وممتدة مع الجانب الصيني ومع الجانب الروسي، وكان في انفتاح شديد ربما يحسب لدولة 30 يونيو في هذا الملف. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية على كل هذا التحليل وعلى كل هذه الإيضاحات للدور المصري في الدبلوماسية المصرية من بعد 30 يونيو. شكرا أستاذ مصطفى، شكرا أستاذ حسن، شكرا لحضرتك على وجودك معانا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم إن شاء الله بكره في نفس الميعاد. بنصبح عليكم وصباح الخير يا مصر.